من ايه ايه انت تتوقعه؟ انا جبت البول بتاع البول بس كده وعملت له انفلاميشن، هيحصل هل البول ده هيبقى هيلثي؟ كويس، يبقى سهل يحصل منه انوريزم، يعني سهل الدم يفك ويعمل انوريزم ولا لا؟ ما ينفعش. طيب سهل يرشر؟ طيب هيمشي الدم فيه بسهوله وول انفلين يعني نار، يعني العرضه اللي يحصل فيه ايه؟ ثرومبوزس. يبقى معنى كده هو اللي انتوا بتقولوه هو اللي انا كاتبه. ده عباره عن اوتو ميد انفلاميشن بيحصل في الوول بتاع البلد فيسل، فطبعا البلد فيسل دي بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ انفلاميشن ليش؟ رابشر وايه؟ اليوم اللي هيبقى ستينوز. فمعنى كده ان ممكن يحصل ايه؟ قطر الاديمه ممكن يبقى بيستارت لوحده، مش كده؟ الاديمه لوحدها تقفل، او هو ممكن تخلي سلاج سيركيليشن بيحصل فيه ايه؟ ثرومبوزس. كده اللي هيتعذب مين؟ بمعنى كده في الوول بتاع البلد فيسل مين اللي هيقايم؟ مين اللي هيحكم ليه؟ الاورجن اللي موجود في البلد فيسل ده. يبقى انت متوقع نتيجه انفلاميشن في البلد فيسل يحصل بقى رابشر، يحصل انيوريزم، يحصل ثرومبوزس، يحصل كومبليت ديستراكشن. الكلينيكال بيكتشر بناء على اللي حصل في الوود في الـ في الـ في البلد فيسل. خلاص يبقى انت متوقع كلينيكال بيكتشر من غير ما اشرحها. طيب هم سابوا الباسكولات ساعتها كده قالوا لا هم حطوها في كاتيجوريز عشان نبقى فاهمين هل هي سمول فيسل ولا ميديم سايز ولا لارج فيسل. لما بنتكلم على اللارج فيسل ده بالبديهه كلنا واخدين اناتومي، يبقى الاورطه بيبقى شكلها كبيره مش كده؟ يعني نيجي على الاورطه ده اكبر شغل عليه سمول فيسل، ده اكبر شريان في جسمك هو الاورطه. نيجي على الفيبر الكومن ايه يبقى بسميهم ايه؟ لارج فيسل فرق. خلاص البريكيا ده هسميه ايه؟ والاكزيلري. طيب نيجي بقى على الرينال ارتر السوبيرو ميزنتريك ارتر الهيباتيك ارتر كلنا بنسميهم انهي نوع؟ هيبقوا لارج فيسل سمول ميديم سايز. ليه؟ هو بيمد حاجه معينه بس، يعني خدها كده ماشي هيوحيد الحته دي بس، انما الاورطه ده بيوزع على الناس كلها، صح؟ يبقى معنى كده ان الكورونري والرينال والهيباتيك والميزنتريك سوبير ولا انفيرير دول بعتبرهم ميديم سايز بس. طب سمول سايز بس بقى؟ في البديهه دول هيكونوا ايه؟ سمول بايز سايز بس هيكونوا ايه؟ كابيلاريز، ارتيوليز، فينيوز، واخد بالك ازاي؟ حاجات رايحه للسكين، الديجيتال ارتري، خلاص؟ حاجه بيري سوبرفيشال كده للبيوس ميمبرين، يعني معنى كده انها سمول بيسنس. يبقى احنا بنتكلم على الفاسكولايتيز ده العنوان الكبير. طب عايز اقول لو هخش الدم يبقى احنا بنتكلم على الفاسكولايتيز انفلاميشن وزور الجلطات بس يا جماعه بنتكلم على عنوان كبير. تحت العنوان الكبير ده في ثلاث تقسيمات مهمه قوي، انك تبقى عارف دي سمول بيسنس ولا ميديم سايز بيسنس ولا لارج بيسنس. صحيح هو الباثولوجي واحد في الثلاثه، لكن طبعا في فرق لما اقول لك سمول فيسل ولا لما اجي اقول لك الاورت، مش كده برضه؟ طيب دي الستيجز اللي احنا اتكلمنا عليها، في البدايه بيحصل انفلاميشن في الول اوف ذا فيسل، خلاص يبقى ده في البدايه الول فيسل بقى ادنتس وفي البلد وانفلين. بعد شويه الثيكنس بتاع الول نفسه هيزيد ولا يقل؟ هيزيد، ما في انفلاميشن. اليومن هيحصل فيه ايه؟ يعني انتوا شايفين اليومن هنا واسع باين هنا اليومين صح؟ طب هنا فين اليومين؟ ابتدى يقل، هنا فين اليومين؟ بقى ابستراكتد تقريبا. سهل قوي الفيسل بقى اللي هو بالمنظر ده يحصل فيه كل اللي احنا قلنا عليه. يرابشر يعني يورزم، يحصل فيه سلوبوزس، يحصل فيه كومبليت ابستراكشر اللي انت عرفتها بس مش فيه. طيب اللارج فيسل هم نوعين، هم ما يهمهمش تاني، هم يا اما جاينت سيل ارترايتس يا اما تكيسر، قال لهم مفيش تاني، هم الاثنين. طيب الاثنين دول اهم ما يميزهم ايه؟ اول حاجه نتكلم عن جاينت سيل ارترايتس اللي دايما بتيجي معاها حاجه اسمها بولي مايالجيا روماتيكا. الجاينت سيل ارترايتس هي انفلاميشن بتسببه الزلط بس مفيش جديد. لكن بتاخد مين بقى؟ بتاخد الميديم واللارج بس. يعني ما تقربش من السمول ما عندناش حاجه بتحترم نفسها. ممكن تاخد السمول لكن الكومن الميديم واللارج بس. طب مين البوست كومن؟ اللارج بس. لانها تحت العنوان الكبير. خلاص؟ لازم نبقى متعلمين ان العناوين موجوده ماشي وكل واحد تحتيه اسامي ماشي، لكن ده شرط عليه ما يقربش من ده مش هبقى كده. اللارج بس دايما بتبقى متوحشه، تاخد الميديوم تاخد السمول زي ما هي عايزه، يمكن لما تلاقوا فيها تحفظ في السمول الى حد ما مبسوطه الخاطر وبتخلي بالها من نفسها وبتحترم نفسها الى حد ما، انما اللارج لا، اللارج دي تاخد اي حاجه. طيب بتقول دول بقى انت لو شايف دي بتحب قوي الكاروتيد وبالذات التمبر، والمعلومه دي مهمه لان هنشوف اللي هيحصل ايه. طيب معنى كده ان مفيش اي ارتر سجل الفهم لا ممكن تنفولف اند ارتر، لكن هي بتحب اكتر ارتر الكاروتر. طب ولما بتاخد الكاروتر اكتر حته بتحبها مين؟ التمبر ارتر. خلاص؟ طيب
الجوينت سيل ارترايتس دي بتيجي معاها مرض تاني دايما بيبقى يا قبلها يا معاها يا بعدها حاجه اسمها بولي مانجر مثلا. تلاقي راجل كبير في السن وجاي يشتكي لك من ويبنس وستيفنس افكتد الشولدر والبلجن الهيب. يعني ايه؟ يقول لك ان الشولدر بتاعي بيوجعني مش قادر اتحرك وستيفنس وتعبان. تقول له مفاصلك كلها مفيهاش حاجه. يعني مفاصل صوابعك مفيش حاجه عشان تفرغوا الروماتولي مش كده؟ طب كعادة مفيش حاجه هو الشولدر. يقول لك كمان يا دكتور مش الشولدر ده انا خايف. تروح السلم وتقول له السلم صعب وبيوجعني بقوم النوم مش قادر تعبان. خلاص ودايما بيبقى راجل كبير. تقول له طب ورقبتك؟ يقول لك ساعات لكن يعني هو الاساس كتاب. الوجع ممكن يسمعك في رقبتي والهيب جوينت ماشي؟ دايما او مش دايما غالبا لما بنلاقي بوليو مانجر مادة في عيان زي ده مش خاصة بتوقع ان عندها هيجيب صورة او ليتر جوينت سيل اكتس. خلاص؟ طيب وفي سترونج اسوشيشن بينهم؟ اه في سترونج اسوشيشن بينهم لان هما الاثنين نفس الباثوجينيسيس والاثنين بيعزلوا بعض. تعالى انت الاول تعالى انت الاول طب ليه احنا الاثنين؟ خلاص؟ السيمبتومز اللي بتيجي في العيانين بتوع جوينت سيل اكتس غير بقى البوليو مانجر مادة. العيان بيجي راجل كبير في السن يشتكي لك من سيفير اجونايزنج هيدك. هيدك بيقول لك يونيلاترال هيدك فظيع. وشوك الميديكيشن بيقول لك يا دكتور انا بدي المحاضره ابص الاقي السكينه رشقت ما بين الفكين اروح اوقف المحاضره ما اقدرش اكمل المحاضره. اكون برضه يقول يعني فكك بيجعك يقول لك هو انا ما اعرفش انا بلاقي كاني جو بين فظيع حتى دي انا مرعبين لازم اوقف الحاجه اللي بعملها اذا كنت بتكلم اوقف الكلام برضه اوقف المحاضره عشان يروح الالم او يقل. ويقول لك مش كده وبس ساعات كمان بقى ساعه الصداع ابص الاقي الحته بتاع البيض شعري او السكالب يعني بتوجعني قوي. وانت تفضل مش مصدق تقول له يعني الصداع بيخلي ان الشعر يقول لك فروه راسك وجعني باللفظ كده. طيب ويقول لك مش كده وبس كمان ابتدى الصداع لما يجي ابص الاقي عينيا كان في حاجه سودا قدامي. مجرد ما الصداع يخف الاقي السواد راح. تقول يعني لما يجي لك انت نظرك يقع مره واحده كده ويرجع تاني يقول لك اه النظر بيختفي ويرجع تاني. وانت مش مصدقه برضه. خلاص؟ والاهم من كده يقول لك يا دكتور وانا بغسل وشي ابص الاقي مش قادر احط ايدي على الحته هنا دي. الصبغ بتاعي ده اسمه الصبغ التنجرال اريا. يقول لك مش قادر اغسل. تقول له يعني مش هيقول لك الحته دي بتوجعني. وبحس كده انها زي ما تكون فيها حاجه مضايقاني كده زي ما تكون حاجه مطوره كده حاجه ناشفه. وانت برضه مش مصدقه. ممكن بعد كده يقول لك بعدين ابتديت بقى يحصل في الوديكيشن في الابر ليفل. خلاص؟ ايه هيحصل في الوديكيشن يا جماعه؟ انتوا عارفين يعني ايه بروديكيشن الاول؟ خدناها قبل كده مش كده؟ يعني ايه بروديكيشن؟ يعني هو بيكتب او بيشتغل او بيعمل بيحصل ايه؟ بيحصل في بيه انهم وقف رامي الحاجه من ايده الباب وقع من ايده سكيني يعني سكيني بروديكيشن سكيني بيقول لك الايد توجعني وتسقع وممكن تقول لك تزرق فلازم اروح مسايب الحاجه ورايح دراعي وبعدين يرجع تاني يشتغل ماشي؟ يبقى هو ممكن يجي بروديكيشن. طب هو ممكن يجي بروديكيشن يعني عندي زمان تفتكر ممكن يجي بالبليشن؟ اه ولا لا؟ اه ايوه عشان تكون الارض دم واليوم ده بقى سكيموز والثرومبوزس وايت والاستراكشر وايت. طب ايه المانع؟ ما هي بتاخد الكاروت والبرانشات تروح قافله لك ميدل سيرفر. هو ايه المشكله يعني؟ عادي مش كده؟ يعني الراجل ده ممكن يجي لك اول سيمتوم بتبقى السيفير هيدك والجوك والوديكيشن والسكالب بين والفيجن وبعد كده يقول لك البدايه كانت بيحصل فيها كذا ورجلي بيحصل فيها كذا. اقول لك يقول لك يا دكتور جات لي جلطه قعدت فيها كام يوم وادوني علاج وفكت واحده. او ما ادونيش علاج. خلاص؟ يبقى كل دي سيمتومز يجي بيها الراجل بتاع الشايت سيل اكتس. تقول له بتسخن يقول لك ساعات. طب انت بالليل جسمك بيعرق يقول لك ساعات. طب انت بتخس يقول لك اه. واخد بالك ازاي؟ طب الكح يقول لك مش كح. عشان التليبه. طب في موتس يقول لك ولا موتس ولا حاجه. طيب من ضمن الحاجات الثانيه برضه اللي ممكن تشتكي منها العيان ان العيان بص تلاقي عنده ايفورت انتولرنس. ايفورت انتولرنس ليه؟ ما هو معاناه. ما هو ده كرونيك إلنس. خلاص؟ لو جينا بقى ساعه الاكزامينشن بتاع العيان الحاجات المهمه بقى اللي احنا ممكن نشوفها هو ده المنظر. ايه بقى المنظر ده اللي كان بيشتكي لك منه؟ مش الراجل كان بيقول لك انا ما اقدرش اغسل وشي لان الحته دي بتوجعني وحاسس ان في حاجه محببه. مين ده تفتكره؟ ده التندر ارت. واخد بالك ازاي؟ تخيل ده التندر ارت بقى كولد لايك تندر بيد ديستراكشن. والعيان الاول يقول لك الحته دي بتوجعني وانت تهمله. يقول لك الحته دي محببه وانت تهمله لغايه لما نشوف اللي هيحصل بعد كده. انت المنظر اللي هيحصل بعد كده. يا اما يحصل له جنجرين في القلب يجي لك بطن جنجرين ما انت ما صدقتوش. يا اما يجي لك بالاكستنسيف سكالب الستريشن باين يا جماعه السكالب الستر مش هو كان بيقول لك الحته دي بتوجعني كل ما يجي لي وجع هنا يا دكتور يسمع هنا وانا مش قادر وحاسس ان الحته دي من فروه راسي ما اقدرش احط عليها النشر وانت مش مصدقه هو بيحصل في سكيني لغايه لما يحصل له اكستنسيف ديبوز ما
شايفين كده خلاص، او المنظر اللي انتوا شايفينه ده سكاب كومبليت سكاب بروسس ماشي. يبقى الراجل الكبير في السن اللي فوق ال 50 سنه بيجي يشتكي لك بصداع يونيلاترال ديمينيوشن اوف فيجن تمبرالي كده ويعدي جوجل وديكيشن هاند كومبل وكيل وديكيشن يشتكي لك من انه كان جاي لك ستروك قبل كده وفكر يقول لك العيان دوت لا انا عندي فتيج ومليس اصل عضلات كتافي وعضلات رجلي بتوجعني السكالب مع الكذب بيجيلها بيل واخد بالك ما تقولوش لا انت مش حاجه انت بتهزر لا ما بتهزرش النتيجه دي هتفضل تقول له بتهزر بتهزر لغايه لما يجي لك بتاج جانجرين او بسكاب اوبريشن بدري ماشي يا جماعه. البلو كلها في الحاله هو الهيستوري هنا الهيستوري هو الاساس خدت الهيستوري باحترام احترمت العيان وصدقت ان في حاجه اسمها جاينت سيل ارترايتس وساعات مكتوب في بعض الكتب تمبرال ارترايتس لان التمبرال ارتري اول واحد بيجي اشمعنى هو ربنا يستر اول ارتري بيشتكي بيه العيان اللي هو ده اللمحه الاولانيه في المرض ده التمبرال ارتري الحته دي يا دكتور بتوجعني ومش قادر اغسل وشي ومحببه او بتحرقني والسكالب بتوجعني ساعه الصداع ان ما خدتش بالك منها وانت في حصن وبصيت البلص هنا والبلص هنا راح العيان انت مش هتفكر فيه خلاص. يبقى دي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا في الاكزامينيشن بتاعت العيانين دول. ده منظر الارسل طبعا هنا حصل زي ما انتم شايفين بقية البنج لما حصل فيه الفريشن وجانجرين والسكر راح كده خلاص يعني. ما هو الحاجة اللي هيحصل فيها جانجرين مش هتعدي. بقية الاكزامينيشن مش متوقع تلاقي فيه لوحة يعني. ممكن تلاقي اسيمتريكال بلس، اسيمتريكال بلد مش هتوارد. ممكن تلاقي مانفستيشن بتاعت السكر قديمة ماشي. واخد بالك ازاي؟ لكن هي النيو ساين بتاعتك هو التمبرال يعني يكون زي ما انت عايز تقوله صح لكن ما جبت السيرف التمبرال ارتري الموضوع منتهي ماشي. يبقى ده ميل كبير في السن ليه مش في ميل هي بتيجي في الكمين بس الكومن ميل خلاص ما مش كل الامراض عندنا يعني لازم يبقى في شويه ناحيه الميل ميل كبير في السن شويه جاي بيشتكي من جدد سيفير ادونايز اتاك اوف جدد معاه سكالب بين معاه انترميتنت كلوديكيشن والعيان لما يقول لك حتى لساني يا دكتور خليك معايا يعني بتقول له ايه قدام المسلم طب قول بتقولي بتساله على ايه؟ لا مش جاي يصير ارترايتس المين اللي جاي بقى هي اللي هتبقى في المين وانا بقول لك كلام غلط ليه؟ العيان الحاجات المهمه كمان اللي مش بتصدقوها ان يقول لك ان لساني لما اتكلم الاقي لساني وجعني تقول له وجعني ده اللسان ده خلي بالك كليه الطب من اكتر حاجه فيها بتصدق ازاي؟ مش كلنا عارفين كده؟ ان صعب قوي يحصل فيه ريبت؟ لا ممكن يحصل فيه ريبت ويحصل فيه ريبت ماشي. فالعيان بيقول لك لساني بيتقل مع الكلام فكي بيوجعني مع الاكل او الكلام احترم الكلام ان النتيجه زي ما انتم شفتوا طنج جانجرين وسكان الفريشن خلاص. يبقى ده عيان جاي بشكل حاجه كاركترستيك جاب اشتكى لي في الوديكيشن في الابر ليم مش مشكله في اللور ليم تؤكد الكلام لقيت البلس هنا غاب هنا عشان الناحيه دي انفليمد اكتر ما مفيش مشكله لو بريشر هنا عن هنا مفيش مشكله برضه بس ده مش التيبيكال بتاعه التيبيكال هو ده التيبيكال خلاص. اول ما اسمع الهيستوري ده مش عايز اكزامينيشن عايز احط البلسيشن على التيبيكال ارضي اقارن الناحيات لقيت فورد لايك تندر ستراكشر خلاص تمبر ارتري دي تمبر ارترايتس وهقول لك هتعمل فيها. طيب الاي اس ار والسي ار بي ممكن يقول لي ليه؟ الانيميا ممكن مايل نورم وست نورم وكرونيك انيميا. البيتا انزايمز ممكن البيتا انزايمز دي تخليك تفكر العيان ده ممكن يبقى عنده مشكله از ريجارد الهارت وده ممكن يجيله كرونيك. تفتكر الراجل ده وقال لك عندي تشيست بين ما يجيلوش يجيله احنا قلنا اسكيميا لان في انفلاميشن في اي حته هو بياخد المين لارج بس خلاص لكن مفيش مجمع الباط ان ياخد السمول او الميديم. الميديم يحب الكورونا، ما قلت ايش ياخد الكورونا. طيب من ضمن الحاجات المهمه برضه يا جماعه العيان دوت عشان برضه نبقى عارفين ان وانس ان حسيت البلس ما اديتوش انا ما بستناش بقى نعمل الكلام ده. انا لا هستنى دولار ولا هستنى اخد منه بايوبسي ولا اي حاجه. الوقت مش هتفرق. العيان ده اول ما بشخصه بديله ستيرويد خلاص تهدى الدنيا على انك تعالى انا اعمل لك انفستيجيشنز وشوف انت ايه متخيلين اسوء المرض ده قد ايه؟ يعني هي قرارك وانت في العياده مش قرارك انك تقول روح اعمل تحاليل. انت ما لقيتش البلس او لقيت تندر كولد لايك ستراكشر بتكتب له فول دوز الستيرويد ومعاه البروتكتيف بتاعها تقول تعالى لي بقى ان شاء الله بعد ايه؟ اسبوع كده الدنيا هتت نعمل الانفستيجيشنز. واحده منهم البايوبسي بتمبر الارض. ماشي؟ هو احنا بناخد بايوبسي او ممكن ناخد بايوبسي بتمبر الارض. طب لو احنا ما عندناش الفاسيلتي والرفاهيه بتاعت البايوبسي الالترا ساوند مع حد يكون افيشنت. ليه؟ عشان يوريك الهيرو اللي موجوده. البلاد فيسل ده البلاد فيسل. ماشي في دم احمر حواليه في سواد، هو ده نورمال مش نورمال. السواد ده عباره عن ديما او زاوري بتاعت البلاد فيسل، اصل ما حدش البلاد فيسل بتاعه من اول هنا لا
لغايه هنا. فكل ده السيرفس اللي احنا متعودينه في الدوبلر، ان نلاقي بس يا دوبك هو ده الدبلس. ماشي، يبقى السواد اللي حواليه ده يقول لك ده عندك فيسل تمبرال ارت يا دكتور في هيرو ساين. هيرو يعني ايه سواد؟ السواد ده عباره عن ايه؟ قديمه. ماشي، لو بتاع الدوبلر قال لك المنظر ده خلاص، ده مسلمون بالنسبه له او بالنسبه لك خلاص، انا مش عايز حاجه ثانيه. طب عشان احمد بالله العظيم اخد الدبلس. ماشي، طيب يبقى دي من الحاجات المهمه، الانفستيجيشن بتاعت السيرولوجي مش هتفيدني في حاجه. اي اس ار مايت ايجن، سي ار بي مايت ايجن، مايت ايجن. الانزيم بتاع السي بي كيم ان دي اتش ممكن عليه حسب العيان في حاجه على مستوى بره او مفيش. لكن الحاجات الاساسيه دوبلكس على تمبرال ارتي عشان اشوف في انفلاميشن، في هيلو ساين، الفيسل ماشي في حته سودا يبقى لا، يبقى ده انفليكت بس ده مش نورمال بس دي قديمه في. ماشي يا جماعه؟ طيب ابتدوا يعملوا حاجات متطوره اكتر بقى، ابتدوا يعملوا حاجه اسمها الاستوجرافي، جهاز كده بيقدر يشوف الريزيستنس او يعني اذا في قديمه يقدر يقول لك خلي بالك الحته دي غير بقيه جسم الناحيه دي، ويقارن الناحيتين ببعض يقول لك هنا القديمه بتاعتها موجوده والناحيه الثانيه مش موجوده، يبقى تيجي فليم يؤكد اللي قال الدكتور. خلاص، طب العيان قال لك لا انا مش عايز دوبلر، انا عايز حاجه اقوى. قول له طب خلاص نعمل سي تي انجيو. السي تي انجيو ممكن يوري لك التمبرال ارتري مسدود تماما. طب قال لك عايز حاجه اقوى واقوى، يبقى البيت سي تي. يبقى انا ببتدي الاول خالص بالجسم ثم بعالج. بعد ما عالجت العيان واديت له فرصه الرفاهيه بتاعت الاسبوع كلها الدنيا، ابتدي بقى ادور. الشور هي البيوبسي. طب البيوبسي شور 100% لا، لان انا باخد حته واخد بالك ازاي من الجزء الفيسل وول اللي انفليمي، ما باخدش كل الفيسل وول. يعني معنى كده ممكن يبقى فيها سكيب ليجن. يعني ايه كلمه سكيب ليجن؟ يعني حته فيها الانفلاميشن جامد جدا وحته فيها ما فيهاش حاجه. عشان كده بقول لك بيدنج اوف ذا فيسل. الحته اللي فيها انفلاميشن جامده ممكن يحصل فيها اندوريزم، والاقي اول ما اخد منها بيوبسي اقول لك اه هايلي انفلاماتري سيلز. اجي على حته بعدها اخد منها بايوبسي اقول لك ما فيهاش حاجه. فعشان كده قال لك البايوبسي مهمه وكل حاجه، بس المشكله ان بتعتمد انت لقيت المكان الصح ولا لقيت المكان الغلط. ادي واحده. الدوبلكس بيعتمد على الفرق اللي بيعمله، بيقول لك كلمه الهيلو ساين. طبعا السي تي انجو مهم، السي تي انجو ده بدل معمول صح اللي بيقرا اكيد هيبص على ان البيس اللي بيقول از ستينوز. واضح طبعا ده عامل زي الفرق مش كده برضه؟ البيت سي تي بقى اقوى ليه؟ انه بيعمل لك سكريننج على كل الحتت اللي ما اشتكاش منها. يعني هو ممكن يبقى في حتت موجوده ما شفتهاش اه لسه هيشتكي، ولو انت سبته ما ادوش علاج هيتدبر عليه. فالبيت سي تي ده عباره عن ده النص بقى او ريسنت انفستيجيشن مع عيانين الجاينت ارترايتس. طبعا ده فيري اكسبنسيف. ده بيعمل لك سكان على كل اللارج فيسلز والميديوم سايز فيسلز يقدر يشوف جزء منه، انما اللارج بيخليهم كلهم ويقول لك ده في اكسبنسيف انفلاميشن في واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب العيان ما بيشتكيش من التمبر، لا ده عنده كله. طيب العيان اللي زي ده يا جماعه زي ما احنا اتفقنا، دي ملخص طبعا اللي انا قلته. العيان دوت زي ما احنا اتفقنا مشكلته هو في العلاج، انك تبتدي العلاج. طب انا الاسترويد تغير لي المنظر ده لغايه 14 يوم، حتى لو خدت استرويد وخدت بايوبس ممكن يبقى فيه انفلاميشن. يعني كل الناس اللي بتعارض تقول لك شخص بعدين عالج، لا عالج من المرض ده بقى، عالج بعدين شخص. خلاص؟ كل ده ليه؟ عشان الكاتاستروفس اللي هتحصل والنو تايم. يعني النو تايم لما يجي لك العيان بلسانه بالمنظر ده او السكان ده بيتشال هتعمل فيه ايه؟ خلاص. هو بقى جنجرين وانتهينا، ايه دورك انت؟ طيب العيان ده لقيت العلاج كله كورتيزون، ده العلاج مش كله كورتيزون، دلوقتي هم بيحاولوا يقللوا كميه الاسترويد بقدر الامكان. فقال لك العيانين اللي زي دول احنا عندنا اوبشنز، الاسترويد ده اساس. طب هكمل بايه؟ ده راجل هياخد 60 مللي جرام يمشي عليها فتره طويله، وراجل كبير في السن واوستي كورتيك وممكن يحصل له مشاكل بالكورتيزون. عشان كده قال لك الحقوا بحاجه ثانيه يمينه صغيره قدامك ميسوتريكسيت. ده لو العيان بقى في كوميونتي فاشله والعيان مش قادر يجيبه كده خلاص ميسوتريكسيت. طب لو حد كويس بقى في حته محترمه يبقى تسجيله مجموع انتريكن 6. اشمعنى انتريكن 6 بالذات؟ ان هو اكتر واحد بليند في الحته دي. فلما ادي الانهبيتور بتاعه كل حاجه بتقف. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده مرض الكبار في السن ممكن يبقى يخدعني في الاول، اللي ممكن يجي لي بشويه كده هيبنس وبين في الشولدر والبلبس وبقيه المفاصل سليمه. بعد كده الاقي العين هيشتكي انهبيت فظيع وادونايزنج، بيشتكي لي بالسكاب بين جو كلوديكيشن، طنط كلوديكيشن، هاند كلوديكيشن، ليمب كلوديكيشن، ستروك، شيست بين، كل ده وارد. خلاص اول حاجه هعملها اقول استنى احس التمبر الارض. لقيت التمبر الارض مفيش بلس او لقيته جيد او لقيته تندر، كل دي مؤشرات تقول لك انها تمبر سيل ارترايتس او جان سيل ارترايتس. طب وات كان دو؟ انا ما قداميش حاجه، انا قدامي العيان دون لو كده انا في كاتاستروف هتحصل. ادي الاسترويد
اتسأل يجي لك بعد اسبوع اقول له هنعمل 1 2 3 اللي هما ايه؟ قول له البيوبسي دي احسن حاجه لو اللي هيعمل الدوبلر يعلمني على المكان وانا اخد منه. هاتي واحد قال مش هاخد بيوبسي يبقى دوبلر مع حد محترم مش عايز دوبلر. سي تي انجو قال مش عايز اعمل سي تي انجو انا عايز اعمل النهايه بالسي تي. خلاص هتعالج ايه يا دكتور؟ ستيرويد 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 معنى ايه؟ الايسوتكسين الاستروجينومات يا اما انتي بي تي ال اف انهبيتور بناء على جزء الفاينانشال الحقيقي. خلاص طبعا الايسوتكسين كنا احنا زمان بنعتمد عليه لكن هو طبعا مش افيشنت زي ما انت حاجه زي الاستروجينومات او التيومر بروسبكت. ماشي يا جماعه لغايه كده في سؤال؟ فهمت؟ نيجي بقى للجواب. تكيسه بقى تكيسه محبوب هو لارج بس الفاسكولايتس برضه بس مشكلته انه اكتر في الستات. التكيس والأرثرايتس لا أو أرثرايتس أسفل يسمى أرثرايتس ديزيز. دي ست عندها 40 سنة ويمكن أقل جاية تشتكي لك تقول لك كنت زمان أغسل التلج غسيل ولا إيديا تنفعني ولا جنس حاجة. دلوقتي يا دكتور أول ما أبتدي أعمل أي مجهود أبص ألاقي إيديا زي ما تكون سكينة بتقطع فيها لازم أريح إيدي. تسقع أو تسقع دول ممكن تزرق يقول لك أه ممكن ما تزرق. بتقول لك الغريبة دكتور لقيت الكمال إيديا ابتدت تخس مختلف عن الناحيه الثانيه وكل ما الدكتور يصل الضغط يقول لي هنا غير هنا يقول لي مش حاسس بالضغط في الايد دي انت عايشه كده ازاي؟ ماشي يبقى هي ست صغيره في السن وجايه تشتكي لك من مشاكل ليها علاقه بالارشز او هناك احنا قلنا بيحب هو لارج بس بيحب مين؟ كاروتو بوتان مش كده؟ ما بيعمل اي حاجه ده بقى بيحب مين؟ الارشز او الارشز واخد بالك ازاي؟ فدي اهم حاجه يعني هياخد مين؟ الكاروتو ممكن خلاص البريكيال هو اكتر حته بيحبها كل حاجه راح القبر ليه يحبها جدا فتلاقي الست اول حاجه تشتكي لك انها ايه مش بقى هيدي قافي هيدي طبعا بس مش ده الاساس الست تيجي تشتكي كده تقول لك فيبر وهيدي كوماليس حاجه بسيطه يا دكتور بس حاجه بسيطه لسه بس مش قادر اعمل مجهود ده مش دي مشكله يا دكتور المشكله ما بقتش اقدر اعمل حاجه ان جيت حميت الواد ابص الاقي وانا بحميه ده جيت قال لي لازم اعمل حاجه واستنى وانا اقدر اكمل تاني وقدرت اعملها ما قدرتش اعملها طب ممكن يحصل في رجل او ممكن يحصل في رجل ممكن ياخد اي حاجه ما يقدرش يكسب بقى طب جالك ستروك قبل كده تقول لك والله كان جالي جلطه قبل كده طب يجي لك ساعات شيست بين ساعات لما بمشي بعمل جامد ومد ابص كاني سكينه نشأت في صدري لا اسمعهم شويه عشان الكورونا طب انا ممكن يجي لها كورونا واخد بالك ازاي؟ لكن هي المشكله انت الاساسيه ان تيجي تقول لك حته ايديها دي وان كل ما تروح في حته تشتكي من صداع او تحاول تقيس الضغط يقول لها الناحيه دي غير الناحيه والنبض الناحيه دي غير الناحيه دي وتقول لك ده في دكتور قال لي هنا النبض مش محسوس والضغط مش محسوس وما انا عايش ايدك ازاي؟ طب وايدك ما جابهاش جنجرين ازاي؟ تفتكروا ازاي؟ دول بقى اللي عندهم كولاترالز من رحمه ربنا لان عارف ان احنا ممكن ما نشخصهمش فتلاقي الست جايه تشتكي لك وتقول لك ورايا رفيعه وايديا خست ومع ذلك في جود كولاترالز وعشان كده ده دايما بيبقى فيه ديليك الدايجنوس انت مش بتفكر فيه ان بنت صغيره ايه بنت الصغيره اللي جايه تقول لي ايديا بتتعب مع المجهود دي دي بنت لسه 20 سنه دي بتتدلع مش كده؟ مش هو هيحصل كده؟ ولو كان لما بتبقى بس لو كان لما بيجي تكسب جوه الاداء وهي في امتحان الثانويه العامه هيشخصوها ايه؟ ملك ملك دي واحده غريبه وهيستيريكا وعايزه تضيع وقت مش كده؟ فهم دول البنات الصغيرين دول او الفيميلز عشان يبقوا فيميلز وصغير وانت عارفين احنا دايما بنشتكي تقول لك بقى كده بتتدلع خلاص تبقى بتتدلع ماشي يا جماعه فدي من ضمن الحاجات المهمه يبقى هيعمل فيميل هي بتشتكي غالبا ما بتبقى بالقبر هنا طب بقيه المانيفستيشن الهيدك بقى والشوك والبوتيكيشن هي ممكن تحصل بس مش كومن الكومن هو القبر مانيفستيشن قبر ليه مانيفستيشن طيب العيال دي ممكن يجي لهم هايبرتنشن حد يقول؟ ما هو ديزيز يعني لارج اند ميديوم سايز يعني عن طريق ايه؟ برافو عليك رينا بياخد رينا دخل على الكبد وعمل انفلاميشن في الوول اوف ذا رينال فيسل يحصل ايه؟ تخيل انت بينا الارتري ده بقى نمط وستينوز يحصل ايه؟ هيحصل لك ايه؟ بينا هايبرتنشن مش احنا عندنا حاجه اسمها الارتري ستينوزس باي لاترال او لاترال ادي حاجه طب رينا بقى بريك بلاد سبلاي ممكن يبقى حلو؟ لا هيحصل ايه طيب مع الوقت؟ ممكن يحصل لها ايه؟ رينا فين؟ ده هي ممكن يبقى برزنتيشن جاي لك الحوادث سيفير هايبرتنشن رينا فين؟ ولما نقعد ندور ولا بتشتكي من حاجه ابدا كل حاجه دي طبعا بتتعمل البدايه كنت بقول للدكتور انا هديك الاول اللي هي دي غير دي في الاخر خالص لا انا عندي ضغط على شجاع الكلى عشان شجاع الكلى مسدود من المرض اللي جاي
ماشي. يبقى الست دي هي كومن ده برزنتيشن، لكن هي ممكن تجي لك كاتاستروف ستان، ممكن يبقى سيفير هايبرتنشن اللي حصل فيها الاستراكشر اوف ذا رينال فين متاخد تكيسه. هو ما عندهاش ريسك يحب الاشرس اورطه، لكن هو لازم في الاشرس اورطه لا، ممكن ينزل لك على الاسندنت اورطه. واخد بالك الاسندنت والديسندنت والاشرس دول، واخد بالك رينال ارتري ما عندوش مشكله ياخد الاثنين، ياخد واحد براحته مفيش مشكله. ينزل على ايدك بس ما عندوش مشكله برضه، فيبرال ديسنس ما عندوش مشكله برضه. بس انا بقول لك الكومن سايد، الكومن سايد ايه؟ ايديني الاول، لكن اي حته ممكن تتاخد. طيب ده منظر الرسمه اللي بتفكرك ان هو اكتر حته بيحبها القرش. انا بقول اكتر حته، لكن ما بقولش دي الحته الوحيده، بتفرق ماشي. يعني لما بحط لك ام سي كيو واقول لك ان القرش او ان الديسندنت او ورطه ممكن يتاخد في التكاثر، هتقول لي اه او لا؟ هتقول لي اه. لما اقول لك الاسندنت او ورطه هتقول لي اه، لكن النص كومن بقى لا القرش مش كده؟ بالظبط. طبعا دي التوزيعه اللي ممكن يجي فيها، زي ما انت شايف ممكن يجي في القرش بس اورطه، واخد بالك بدايه الاسندنت، ممكن يكمل على القرش. طب هو لازم لما ياخد القرش ياخد الثلاثه ترانشات؟ لا، ممكن ياخد واحد ويسيب الثاني عادي. خلاص ممكن يكمل لك عليهم كلهم، ياخد لك الاسندنت بالقرش والترانشات. واخد بالك ازاي؟ ممكن يفتري بينزل لك على الديسندنت اورطه وياخد لك الترانشات. ماشي؟ وعشان كده هم قسموه لكذا نوع، مش فارق معايا اعرف انواع. لكن فارق معايا انك تبقى عارف ان عين التكاثر ده غير مأمون. التكاثر ياخد اي حاجه، اي وقت، اي حته. ماشي؟ القرش بس اورطة كومن سايت، لكن يقدر يجي اللي قبل القرش اللي هو الاسندنت، ويقدر ياخد الديسندنت، وياخد الابدومينال اورطة، وياخد الرينال ديسنت، وياخد الكومن ايليا، وياخد الفيبرال، وياخد اللي هو عايزه. ماشي يا جماعه؟ البرزنتيشن بناء على الحاجه اللي اتاخدت، او الحاجه اللي الشغلات بتاعتك بقى انفلوينت. طيب. يبقى التكاثر ديسيز هو ديسيز اوف large physical medium size could be affected. The most common site is the aorta and arches. It is a bulk stress disease. يعني ايه كلمة bulk stress disease دي؟ يعني احس البلس هنا ممكن ما اجيبوش. ما انا عيني عايش ازاي يا اخوان؟ خلاص؟ هو لازم يكون bilateral symmetrical. انت سمعت مني bilateral symmetrical؟ هي السيتي فيلم تقول لك الضغط هنا كويس يا دكتور. هتقيس الناحية دي. ومشفوها كتير على فكرة. انا عايش بقالي كام سنة في اصولي من الناحية بس. ماشي؟ ومحدش فكر حتى ياخد ليستو. اشمعنى ليستو من حاجه من حاجه؟ لا، طب نشوف ده يكون عندها حاجه. فاهمني ازاي؟ كله بيلجئنا ان انا غلط ايه؟ وراسي. انت الشريان عندك هنا ضعيف على الناحيه الثانيه، انت موجوده كده. ماشي؟ طيب. ويكنس والفاتيك زي ما اتفقنا، كل امراض ما فيها الويكنس والفاتيك والاسترانجيا والاسفنتي جابت لك ده جزء من الحاجه الاوتو من دروس اللي تبقى عندك اي اوتو من ديسيز مع الويكنس والفاتيك والميديك والاسفنتي جابت لك ده وارد. خلاص شويه فيبر بسيطه ما قلتلكش مايت سويت ومايت فيبر. بقول لك مايت فيبر، مايت مايت سويت، كل مايت لانها مايت انفلاماتري ريأكشنز. طيب العينه دي ممكن يجي لها اورتيك اليوريزم. طيب العينه دي لو جت بصدن سيفير اللي بجاستريك بتاع اسمه تشيست بين، هنفكر في ايه؟ لو انا جبت لك عيان دي التكيس وجالها صدن سيفير تشيست بين، ايه التكيشن ده؟ ممكن ام اي اتقل بقى، مع ان بنت 20 سنه ام اي او ايه؟ خلاص يا جماعه ايه ماي انجينا بلسنا ايه تاني؟ ديسكت الاورتا كانجنزم او ديسكشن في الاورتا او رابشر الاورتا كانجنزم، مش كل ده وارد؟ احنا مش لسه في الديفينيشن بنقول الفيسل وول انفليم يبقى سستنت والانيوريزم مفيش مشكله، رابشر مفيش مشكله، ديسكشن مفيش مشكله. يبقى العيان اللي انت بتشوفه او تفكر فيه فاسكولايتس او انت عارفه فاسكولايتس يوم ما يجي لك يقول لك سكينه بتشرح هنا، لا سكينه بتشرح هنا مفيش هزار. ده على الطوارئ على طول الرعايه، ليه؟ لان انا مش عارف السكينه اللي بتشرب دي هتطلع ام اي ولا هتطلع ديسكتنج اورتيك انيوريزم ولا هيطلع رابشر اورتيك انيوريزم. واخد بالك ازاي؟ طب هو ممكن يرابشر يعني؟ لو اورتيك انيوريزم لو رابشر هيحصل ايه يعني؟ لو اورتيك ده رابشر في الاورتيك هيحصل ايه يعني؟ شوك، العين بيجي لك شوك، يبقى دي واحده من البرزنتيشن ان العين ممكن يجي لك شوك. واخد بالك ازاي؟ يقول لك ده ما فيش حاجه تشتكي من الوجع جامد في صدره. تعالى صغير بنت صغيره عندها 20 سنه اه صوتت وقالت سكينه وراحت فوق ما بينها وما بينها. ماشي؟ يبقى خلي بالنا يا جماعه من الكلام ده. الانفستيجيشنز بالنسبه لنا هنا طبعا مهمه، لان هو الكلام اللي قلناه هناك هنقوله هنا، بس هنا مفيش بايوبسي. خلاص؟ وهنا مفيش ادي علاج، هنا شخص وبعدين عالج. طب ما دي خطيره، بس مش اخطر من الجاينت سيل اكتر. الجاينت سيل يا فقد مصر يا فقد السكالب الحقيقه الواحد لما بشوف عيان ما بيسهلوش، انما التكاثر عايشه ولا عايشه؟ خلاص عشان ربنا من رحمته بيجيب كلها فلز والدنيا بتمشي.
الانفستيجيشنز هنا بالنسبه لنا لازم تكتب دوبلر على حد الفشل خلاص. والدوبلكس طبعا سهل قوي، بيقول لك بيدي اوف ذا بيسل وانيوريزم اوف ذا بيسل، يعني هنا مثلا على مستوى مين حته من القرش بتاع الاورطه واضح هنا وحته فيها اتنيويشن عشان تعرف بس الانورمالتيز ادي هنا مارك دي اتنيويتد وهنا في انيوريزم. مش انا قلت لك بيدي اوف ذا بيسل عامل زي السيرك، الشريان بتاع العيان او العيانه زي السيرك، حته واسعه حته ضيقه حته واسعه حته ضيقه، واخد بالك ازاي؟ ماشي. وايد برضه نفس المنظر هنا، في المنظر الجديد الجاي هنا شايفين الحاجات اللي مدوره دي طبعا الاسمك وبعدها فاضي، شايفينها ولا مش شايفينها؟ نفس الكلام هنا برضه، بص فتله انت متخيل ده عباره عن ايه؟ ده بريك، ده بدايه الاجزاء او بريك الخارج، ده عباره عن فتله. العينه دي عايشه؟ متعايشه ما فيهاش كلمتين. دي عشان في كولاترز قارن ما بين الناحيات وما بين الناحيات. بص ده من ده. يبقى ده سيميتريكال ديزيز. افتكر المنظر ده عشان لما يجي لك السؤال ده جاي في اسمك كلاترز سيميتريكال ارثرايتس. هتروح انت قايل ايه؟ تقول ايه؟ سامع والله؟ فولس فولس. اهو افتكر الرسمه دي من غير ما تذاكر افتكار ده مش بايلاتر سيميتري، مش كده برضه؟ هنا برضه لينا الارض، بص لينا الارض معكوش ازاي؟ هنا تقريبا مسدود وهنا مسدود ماشي؟ هنا سترونجوز وهنا سترونجوز برضه في عيله صغيره. هتجي لك بايه؟ سيبين حاجه ما تفهمش، ممكن تجي لك بايه الفيلم صح؟ كنت عايز تسأل ايه يا دكتور؟ هو دكتور ما انا عندي ديفرنشال ديفيوزز كتير، يعني انا هعرف ازاي ممكن تفهمش؟ بتنزل ايه ديفرنشال ديفيوزز كتير؟ مثلا ممكن يبقى فيه ترومبس عنده معلش عايز صوتك يا دكتور. ممكن يبقى فيه ترومبس عنده فين؟ فين ترومبس هنا؟ ده منظر ترومبس يا دكتور لونج لارج سيجمنت تبقى ترومبس؟ لما يجي الراجل بتاع الراديولوجي يقول لك ذا بيسل تمبريك كيفاليك از مارك دي اتنويت اند سيل، انا اقول ترومبس؟ يبقى انا مش دكتور. ثرومبس يعني دي. اما يقول لي سادن بلوك وذا بس الريسك هنا اقول وبقيته مش باين يا دكتور، لكن ده هنا بص خلي بالك اوله باين وحته من اخره باين ما بينهما مسدود، مش كده برضه؟ لكن لو جاب ثرومبس تحصل ايه؟ انا جبت لك ريتي ارت ثرومبس اتقفل بعد مش تشوف حاجه تشوف ايه؟ ما نصدقش يعني زي ما يكون وقت خرطوم زي ده طبيعي ورحت رامي ثرومبس في الاعتبار ابص على الخرطوم ازاي ده اتقفل فهمتني؟ لكن ما اقدرش اطلع على لونج سيجمنت ثرومبس ابدا، لا يمكن اقول على لونج سيجمنت الطويله دي ازاي دي انا اقول عليها ثرومبس، دي انا كل دي اقول عليها ثرومبس يا دكتور؟ اتفضل. ممكن يكون في كولاترز، واخد بالك ما عندناش مشكله، ده ديزيز اوف كولاترز على فكره. لينا الارض يبقى فيه كولاترز بس في ما بيحلموش للاسف الشديد الرينا بالذات غبي. يعني ما بيحصل فيه زي ما بنقول كده سواء بيحصل فيه ثرومبس هي مارك اتنويشن بس الله من البسن الحقيقه برضه العين بيبقى هايبر تنس ماشي، بس برضه ساعات بيبقى في عين عنده الناحيه دي دوله بتاع الناحيه دي فتلاقي الضغط سبلاي اللي هنا يعوض العكس اللي حصل الناحيه الثانيه، فالعين ما يكونش هايبر تنشن من اساسه لغايه ما يحصل تصرج على الناحيه الثانيه او يحصل ما يكونش الضغط سبلاي بتاع كده قوي فيبتدي يبقى خلاص. يبقى هي دي الكاركترستيك، انا عشان كده قلت لك شخص وبعدين علامك، لان انا لما تيجي ست تقول لي انا ايديا بتيت قلب ولازم اعمل دوبلر ما اعرفش تطلع ايه زي ما الدكتور بيقول كده جايز تطلع مرات الارض والبوليس مش كده برضه؟ فهنا تشخص الاول وبعدين عين، لما راجل كبير فوق ال 50 جاي يصوت من الصداع واخد بالك بعدين يقول لك لسان يقول لك فكي وانت مصمم تقول له انفستيجيت انفستيجيت دي الحق ماشي، بعد ما حسيت التمبر الارض يبتدي يعني بعدين ربنا يسامحنا في الانفستيجيشن. الحاجات طبعا المهمه هنا من ضمن الحاجات المهمه كابين البيت سي تي الـ تي بالنسبة لي بس الأهم في الجاينت سيل أرثرايتس، يعني شوف قد إيه الجاينت سيل أرثرايتس مموتين نفسهم، يعني هنا اختفوا بالسي تي أنا مش قادر أحل، إما راين جوجل مفيش مشكلة، بيت سي تي لو عندك إمكانية تعملها، إنما الجاينت سيل أرثرايتس قلت من الحاجات المهمة، أنت لو عايز تدور على أي كده بيزنس اعمل بيت سي تي، دي من الحاجات اللي تعتبر بيسموها في التشخيص. طيب المانجمنت هيكون إيه؟ طبعًا العيان حسب الحاجة اللي هو العيان جاي باسكيميا واخد بالك ازاي؟ يبقى العيان ده سواء جاي باسكيميا في الابر او اللور يبقى وات ايفر العلاج بتاعك ايه؟ هو ده عباره عن ايه؟ اسوسكلوتي ديزيز ده عباره عن فاسكلايتس علاجه ايه؟ انفلاميشن علاجه ايه؟ هو الاسترويد برضه. طب ايه تاني؟ اذر ديزيز موديفاينج ايجنت بس حاطينهم بترتيب هنا هتلاقي الاسترويد طبعا لازم ميسوبريكسين از سيرولين بعدين ممكن تدي العيان ما فيهاش تجيب انتي تي ان اف ما فيهاش تجيب سلوبان خلاص لكن في الشهر السابع ما طلعش كده طلع بيج دوز اوف ستيرويد
ودور على بديل. معاك فلوس تسري زباله، ما معكش معلش ربنا معاك بقى الكنيسه والتكسير، وانت مش متوقع قوي متفائل النتيجه تبقى كويسه خلاص. انما ده التكاسل واقف ان احنا ايه ده ازاي ده بيزنس ده بنت صغيره ده بيزنس ولا ما تعمل ايه. هو ده علامه كده مش اجريسيف زي الجاينت سيت ارترايتس. الجاينت سيت ارترايتس نو تايم خلاص، عشان كده ده اجريسيف. انما في ده لا، انا ممكن ادي الاسترويد ومعايا بدائل ثانيه مثل الاكسيت ومعايا السيربين معايا الـ TNF لو عندي اكسفاليو كويس ممكن اجرب فيه تسويزون. ماشي يا جماعه؟ يبقى العنوان الكبير لارج ديرماس كرايس، لارج بيزنس كرايس، ست وصغيره تكيسوا اللي اسمه بارسل ديسيز. راجل كبير جاينت سيت ارترايتس ومعاه شويه بيل مانجر وايت، تيجي قبليها تيجي بعديها تيجي معاها ومال مش دي الاساس. الاساس هو شريانه اللي اتقفل التمبرال بارت. خلاص اتفضل. بص يا دكتور، هي مشكله ان العيان ممكن يديلهم يعني زي ما تقول ايه لوبريت انفلاميشن. العنيف هو بتاع الجاينت سيت ارترايتس، ان العيان بيجي لك باوس اوف سيفير هيبت اجونايزنج هيبت. واخد بالك ازاي ممكن يبقى الاجونايزنج هيبت ده معاه كامب كلوديكيشن، جوب كلوديكيشن، واخد بالك هاند كلوديكيشن، ديم كلوديكيشن، فيجوال افكشن. ماشي؟ عدت المره، تاني مره ممكن ما تعديش، تاني مره ممكن يجي لك بجانجرين، ما فيش وقت، او يجي لك فيجوال بص. والاسف الشديد لما بيحصل فيجوال لوس في الجاينت سيت ارترايتس ده مش ما فيش ريكفري، ده خلاص حصل الاول ربنا بيديك انذار، ده شويه سبازم كده في الريتنال ديس المعاده. المره الجايه اوكلوجن خلصت يعني ما فيش حاجه يعني تاني ما فيش وقت تفكر ايه اللي هيحصل. عكس ده التكاسل، تكاسل لو جبت انفلاميشن والست عماله تشتكي من الوديكيشن وانت مش واخد بالك والدكاتره يقول لك ايد ما بتحسش فيها الضغط، ايد ما بتحسش فيها الضغط، ماشي بعدين شويه هايبرتنشن متخيل، وممكن يجي ستروك او ما يجيش يجي لها ام اي او ما يجيش يجي لها شويه فيها يعني فاهمني؟ ستيت اوف انفلاميشن موجوده ما فيش فيها ضغط زي بتاع الشاين سيل اللي بيجي لك اتاكس اوف هيدنج. اخرج من المحاضره دي راسه بتوجعه والسكاب بيوجعه ولسانه بيتقل نظره بيروح ويجي خلاص هو شغال. طب عمره بيجي مين وجهه؟ طب هي يعني ما بتحصلش في الستات بتحصل بس مش الكبرى. يعني احنا لما جينا ست كبيره 50 سنه بنقول احسن تكون كان التكاسل واحنا مش واخدين بالنا، طب ما ندور على التكاسل نشوف قد ايه، فبنقول جاينت سيت ارترايتس من ست، لكن لما بيجي الراجل ما عندناش وقت هو جاينت سيت ارترايتس. في غير كده اي سؤال؟ حلو، نيجي بقى الميديم سايز. الميديم سايز دول اللي هم ايه؟ لسه قايلين عليهم شويه. الاثنين دي مين بس؟ واحد يتكلم الاورجانز برافو عليك، وفي الاخر كده يعني كورونري ومال، رينال ومال، سوبيرو ميزنتريك، انفيرو ميزنتريك، ليفر مشكله؟ دول الميديم سايز. الحقيقه الميديم سايز فيهم ثلاثه هنقول منهم واحد بس. الكواساكي بتاع الاطفال مالناش دعوه بيه، ده هنقول في الاطفال. البرجر بالسويس ده المفروض ان هو محطوط ده هدفه في الجراحه. بالنسبه لي انا بقول الاكواريس بدوس. ماشي؟ سمعتوا عليها قبل كده ولا ما سمعتوش عليها؟ طب سمعتوا عليها فين؟ لا بس سمعتوا عليها فين؟ لا هو ايه؟ هو كلهم ستريكس بيتس، هو كلهم كده، كل الاسكلايتس عباره عن كده سحب. هو كلام على فكره مش مبسطه زي ما انا بقول لك كده، فاهم ان احنا نشخص الاسكلايتس دي بالصوره سحب وحبيبها وحكايه مش هتغير. بقول لك قصه دوزه بقى ده المشكله ان هو طبعا هي في ميديم سايز دي تقدر تقرب على اللارج. كسيحة شوية لكن تاكل مين؟ السموك. عارف كل واحد يفتري على اللي بعده؟ هي كده. انما اللارج بقى تاخد كلهم لانها ممكن تاثر على اي حاجه. تاخد لارج بس الميديا لكن هي محترمه نفسها تخلص على اللارج. انما ميديم سايز ميديم وسمول مفيش مشكله. السمول محترمه نفسها. خلاص؟ دي ممكن تاخد لك بقى السكين. تاخد لك ريفلر نيرف، تاخد لك جي اي تي. بتموت جدا في الكيدني، حاجه كيدني قوي. خلاص يعني هو ديسيز اوف سكين ريفلر نيرف جي ار كده هو اللي بيقول لك بس دوز الكربون يعني مفيش حاجه من دول لاقيه بس احنا بنقول طب ماشي يا جماعه ده المنظر ده العيان ده المفروض عباره عن ايه؟ انفلاميشن ايه؟ فاسكولايتس وذا ميديم سايز فيسلز فانت متوقع الحاجات اللي فيها ميديم سايز فيسلز ممكن تتاثر. طيب لو احنا مسكناهم حاجه حاجه على النيرفس سيستم هل ممكن يجي مور رايتس مالتيبلكس؟ ده هو ده البرزنتيشن بتاع الكورن بس دوز عشان تبقوا عارفين. بيجي العيان شاب صغير متوسط العمر كده يقول لك يا دكتور اصل انا بيجيلي صداع وقيس الضغط الرئيسي عالي بس المشكله ان انا عندي حرقان في التنميل في رجليا مش عارف ليه.
واخد بالك ازاي؟ حرقان التنميل. تقول له يعني الاثنين زي بعض بالظبط؟ يقول لك لا، ده انا مش عارف الناحيه دي بتحرقني قوي، مثلا لا ترقزني الوزاريه بتحرق الناحيه دي والليج الناحيه الثانيه. والليج اللي من الناحيه دي يعني ميديا تسال الوزاريه اليمين واللا تسال الوزاريه الشمال واللا تسال فوق والميديا تسال فوق. تقول ايه ده؟ في حاجه اسمها كده؟ ده اسمه ايه اللي انا بقوله ده؟ هو ده اللي انا بقوله في التلبيس، يعني نرجع من كل حته. هنا بالونيه وهنا تيبيا وهنا تيبيا، هنا بالونيه زاد كيلو ما زاد واحد. فيجي العيان يشتكي لك من التنميل، طب يعني ما يجيش بالريف البروكسي؟ لا، ممكن يجي بالريف البروكسي. يقول لك بايلاترال سيمتريكال كان ناقص ثينكينج سنسيشن افكت نص ميت. او زي ما انا بقول لك كده كلام انت بتقوله ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو دي اللي مردود عليه، وهم الرايت سبوتبليكس. خلاص؟ فاذا ده ممكن يجي له نوشنال او ممكن يجي له نيو، دي غالبا بتبقى بدايه الكلام. ادي حاجه. طيب الراجل ده ممكن يجي له رينال، ده هو ده الاساس، ده هو بيبقى شاب صغير عنده شويه ترميم ودماغه بتصدع، راح قاسم ضغط الاعالي. راح الدكتور بتاع الضغط قال له روح لدكتور الكلى. راح دكتور الكلى عمل له صباع على الكلى قال له انت كلتك سليمه. قال له طب اعمل ايه؟ قال له خد دواء ضغط. فضل ياخد دواء ضغط لغايه ما جاب فشل كلى. ده الفشل كلى ده كان باخد دواء ضغط. هو كان علاج دواء ضغط تفتكر؟ ما كان علاج ايه؟ ستيرويد. تخيل هو راجل بيشتكي من الضغط وانت هتدي له دواء جديد للضغط. انت متخيل؟ بس فهي دي الفكره. عيان الضغط اللي يقول لك تنميل وحرقان في رجليه ادي حاجه، يقول لك نايت سويت، شويه فيبر، هيدك، ماليز، فتيك، لا وسنه صغير، لا بقى تعالى نتكلم وناخد هيستوري عادي. خلاص؟ ليه بقى؟ لان ممكن تبقى القصه بولي اتراكس ميدوزا. البولي اتراكس ميدوزا هي ديزيز اوف ذا فيسل. انا قلت لك ممكن تعمل حاجه في البرين تبقى بتاعت الكتف، انا بقول لك فيسل. طب لما تعمل رينال فيلير عشان تتكلم الفيسل برضه. واخد بالك؟ يعني انت متوقع لو تحميل عملت العين تحليل البول الاقي فيه اي قصات بتاع الدوكس؟ لا يمكن، لا ريتس القصت ولا هاي القصت ولا ما فيش قصات نهائي. طب عملت له سي 3 وسي 4 قال لهم متاخدين زي الدوكس؟ لا يمكن، ملوش دعوه بالبرينكل. امال ايه اللي هلاقيه؟ اعمل دوبلكس علينا بس الاقي واحد مقفول تماما والتاني مقفول. ماشي، اذروايز مفيش حاجه تانيه في كده. يعني ده ديسيز اوف ذا رينو باسكيلر. ده مش رينو برينكل النهائي. ماشي يا جماعه؟ فالدكتور اللي قال خد دواء الضغط ده منه لله لانه كان لازم يعرف ان مش يونج ايج هايبرتنشن. انا بفكر في كذا طريقه. نمره واحد رينو بارينك، ليه؟ عشان بتاع الشباب اللي بيضربوا بطنه واللي مش بيضربوا بتوع لون والادويه الزباله اللي بياخدوها ونون ستيرويد اللي بنعمل حتى فيه. بارينك خلصنا من بارينك ولا مفيش حاجه؟ ادي على مش كده؟ الى جانب بقيه الاسباب الثانيه زي الانفايت، لان في يونج ايج دلوقتي بقينا بنفضل رينو باسكولار ورينو بارينك في نفس الكعبه. وبعدين نقول هيفضل يبتدي ايه مع الوقت؟ انت مع الوقت في عيانين دول، طب ما انت بلاد سبلاي نفسه راح خلاص، ما هي بقت الكيتش بتاعت حته كيف؟ ماشي. اه ما هي دي مشكله. انا عشان كده بقول لك يا دكتور مش القصه ان ياخد علاج الضغط، القصه ان انا وراء الضغط. عشان كده عمرك ما تعالج عيان في سلاب صغير جاي بشكل هايبرتنشن قبل ما تعرف السبب. اه ظبط له الضغط بس افحصه وشخصه وانت بتظبط الضغط عليك بسبب الضغط، مش القصه علاج الضغط. فهمنا؟ ايه تاني ممكن يجي للعيان ده؟ كورونا ينفع؟ شاب صغير يقول لك سكير اكيد ماي بارد انفكش. اه عادي، انجوينا مين عادي مش مشكله. ايه المشكله يعني؟ طب لو جالك كونجست هارت فيلير ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هو بلاد سبلاي مش بتاع ماي بارد. طب ماي بارد ما فيش بلاد سبلاي والعيال بيجي له نوت اوف ستيبيا ويحصل قلب في المصر نفسها. هو انت قلبك لما بيحصل البلاد سبلاي بتاعه ايه المطلوب منه؟ لو حصل ستار في الماي بارتنر هيتحسن؟ مفيش. واحده والثانيه والثالثه بص تلاقي شاب صغير بعمل له ايه؟ جلوبال هايبوكاينيزم. زي ازاي؟ يعني انت عمرك ما كان بيجي لك وجع يقول لك لما كان ضغط بيجي لك بيجي زي كده حرقان بتقول لي سيف والدكتور يقول لي الضغط ما تخافش. فضل يقول له ما تخافش ما تخافش لغايه ما تنيل على يوم دخل في كارديولوجي. ماشي، ادي حاجه. طب على مستوى الابدومين ممكن يجيب ايه تاني؟ هل ممكن بتاع كل الاساس ده زي يجيله ابدومين البيت؟ ازاي؟ يخش اخر سامع ولا كده؟ لا مش ديستنشن، احنا بنتكلم عن حاجه مهمه. ايه ديستنشن؟ ما كلنا عندنا ديستنشن. ايوه ميزنتريك باسكولار اوكلوجن. جاله ميزنتريك باسكولار اوكلوجن سبير كتير وهيجي لك بسبير ابنايزنج ابدومين البيت. وللاسف مش ده البرزنتيشن. انا كنت بقول للدكتور انا اخس
لاني مش قادر اكل، لان كل ما باكل بعد الاكل نص ساعه مصاريني بتتقطع واجيب راس يا اسهال يا دم. اللي هو ايه ده؟ تستايل الاستيل. واخد بالك ازاي؟ يعني كان المؤشر جاي لك وانت ما خدتش بالك. انا كنت بقول لك ان انا كل ما بقيت احس اني مش قادر اكل، مش عشان تاني الاكل نفسي اكل بوق. بس انا لما باكل بيحصل لي استيل اطول من البيت بعد الاكل نص ساعه. طب اشمعنى بعد الاكل نص ساعه؟ ما بتبتدي عملية البطن. واخد بالك ازاي؟ الدم كله بيروح فين؟ المفروض انت لما بتاكل الدم بيجي، لما انت بتاكل اللقمه الدم بيروح فين؟ يروح لمخك ولا قلبك ولا بطنك؟ بطنك. طب ما فيش دم بيمحفوظ، يحصل لك كتير قطع من الدم. واخد بالك ازاي؟ ويبدا بقى يجيب سيدرات لما يخش الطوارئ، مش يجيب اكيوت قطع من البيت ويفتح له اكستنسيف باكتيريا. والحالات دي موجوده على فكره. يبقى معنى كده الابدوم من البيت دي واحده من البرزنتيشنز. تشيست دي واحده من البرزنتيشنز. يجيب اكيوت مايوكارديال انفكشن واحده من البرزنتيشن، هارت فيلر واحده من البرزنتيشن، انتستاينال اسكيميا وجانجرين برزنتيشن. خلاص؟ يبقى العيان بتاع جولا فاست جوزا ده عيان انت مش متوقع ايه الضربه جايه منين. بس البوست كومن هي شويه التنميل اللي انت بتقول له نعم التنميل دي مع الضغط اللي بيجي، لان سبحان الله اول حته تبقى افكتد هي البينال ارتس. يبقى تكاثر ده اما بالنسبه لجرعه تست دوزا الهايبرتنشن شوليان كده تدينا الارض. ماشي يا جماعه كده خلصت. وليس في حاجات ثانيه بقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل زي بقيه الاورجن الليفر. هل الليفر ممكن يحصل فيه حاجه؟ طبعا ممكن يحصل ليفر انوكسي. الهيبات الارض اللي انت شايفه بتخض كده ده ممكن يحصل فيه ايه؟ انفلاميشن. عادي لو تخيل الهيبات الارض حصل فيه مشكله ايه؟ نعم ممكن يجي ليفر فين ويجي ليه تاني؟ اسكيميك هيباتايتس. واخد بالك ازاي؟ وارد ابدومينال بين سيفير ويلاقوا حاجه عنده صفرا ويلاقوا التزامات عاليه ومحدش منهم يفكر يقول لك طب ما تبص بالدوبلر علينا الرينال ارت يعني بتاع الهيبات الارت نشوف فيه ايه؟ واخد بالك ازاي؟ يبقى معنى كده ان اي اورجن بالنسبه لي ما دام هو ليه بلاد سبلاي وعرضه ليه افكت. بس البوست كورن هايبرتنشن ده النون ستيبل سنسيشن مقطوع الاونيونز والبلكس او الجريفر نيوروباثي او البولين نيوروباثي. الانتستين طبعا غير، الاستومك طبعا غير، التستس ممكن يجيب ديستيبلر بين. اي اوردر بيحصل الشريان بتاعه اتقفل هيجي لك بين فيه. دي من ضمن الحاجات الكاركترستيك للبولي اكاست دوز. يبقى التنميل الضغط العالي والديستيبلر بين والابدومينال بين وناند اوف. كل ما ياكل يجي له ابدومينال بين وناند اوف ديستيبلر بين. وانت تقول ديستيبلر بين يعني مع الجلوب. يقول لك الجلوب ايه؟ مش عايز تقول اكزامبل لغايه ما يجي هو في الاخر ماشي. يبقى تستيكلر بين الحاجات الفيري كومن، النون ستيكلينج سنسيشن كومن، هايبرتنشن كومن، ريكارنت ابدومينال بين كومن، ان ممكن يجي له اسكيميك تشيست بين بتحصل بس مش كومن. واخد بالك ازاي؟ طب سكين ليجنز ممكن يحصل شويه سكين ليجنز ماشي. ممكن تلاقي عنده زي ما احنا كاتبين كده لايفيدو تيبلرز اللي شفتوها في كل العيانين بتوع اللوبس ماشي يا جماعه. طب ممكن يجي له فينجر جانجرين مثلا؟ ايه المشكله؟ ما يعني ليديا دول ايه؟ ما هو ماشي عندنا ليديا الارنب كوت يعتبر ميديا مش كبار مش كده؟ ممكن يجي لك فينجر جانجرين تو جانجرين ابدومينال بين سكيميك هارت بين مش كده؟ ممكن يجي لك هايبر تنشن في الاساس نمبر ستيكينج سنسيشن ستيكلر بين. طب فيفر وهيك يقول لي نص في مش هزار. اقول له ليه بس؟ يقول لي عشان لما باكل بيحصل لي ابدومينال بين بعد الاكل نص ساعه ساعه زي ما ربنا قال. يبقى عيني كده لا معلش بقى دول لسه عم بيصدر لي بس او سي تي بالبورني انجل او ام ار اي انجل مفيش في كده بس. العينين بتوع كل ارتست دوزا وانس يو ستارت ليست او يا دكتور بتبقى مخبيه تحتها كاتستروف. وانا لا انسى عيان كان جاي لنا كان بيشتغل في قصر عين انتوا عارفين جنب الهيلتون مش كده؟ اما كان اسمه الهيلتون يعني. فللاسف الشديد جالنا كام يوم كده لقيتها في نفس اليوم بيشتكوا من قطر البين وفومتنج دايري من ضمنهم الراجل ده وده كان شاب صغير يعني كان حاجه 20 سنه او 28 سنه. المهم العيان دون اتشخص او اتعالج
بين. تخيل واحد عنده لا كان عنده 30 سنة، تخيل بين 30 سنة بيقع بالصدفة في الطوارئ. عارف يعني ايه بيقع بالصدفة؟ زي ما تكون ست بتصوت على الميت بالظبط. يجي بتاع الجراحة يقول لك ده بيهزر، هو في ده ما هو زيه زي الاثنين اللي متلاقيين جوه واكلين اكل من البريديوم من السلمين، اتمنى بقى السلمين تيجي تقرفوني. هتقول بتاع البطه يبص عليه، يجي يروح بقى المكان بتاع البطه يبص ابدومنا البيت، لا ابدومنا في دم بس بقى ودم بس خد بالك، لا دي سيرجيكال ابدومن. نبص على الريفرال بالسيشن في البطه في ديسكريشن موجوده في السبعين. طب الهيستوري عمال يصور طبعا مش قابلنا لان انت هتاخد هيستوري ده بموت. فقال لك ايوه انا بيجي لي الوجع ده من وقت للتاني، وكنت بقول لما باكل بعد نص ساعه مصارينا بتتقطع بس المرضى مش قادر. المهم في الاخر خالص بعد ما صورتها جبنا حد من المحترم بتاع الجراحه وقلنا له السيرجيكال ابدومن وشكلها فيها نصيبه ودخل لقى تقريبا 3 متر انتستين جانجرين والعيان خرج من عندنا بلوستو. انت متخيل؟ من واحد يقول لك ده بيهزر ده مش عارف ايه ده اصلا متسمم من الاكل. مجرد اخذنا منه قال لي اه والله كان بيجي لي ادومنا بيرفع زي ما انتم بتقولوا في صفحه ساعتها بس انا ساعتها كنت حاطه عادي لكن تعالى عن ضغط. واخد بالك ازاي؟ وما كانش حد منتخب 30 سنه مفيش مشكله ضغط مفيش مشكله اصول لك الاسترس بتاع الشغل. بس يعني الحالات دي موجوده اه بس هي محتاجه ديسكو مش اكتر من كده. طيب يبقى السيمتوم زي ما اتفقنا الفاتيج والمليز والفيفر والافراج والارفات اللي احنا نسيناها في كل حاجه خلاص كان جرين ده وارد اللي هيجيدوا الديبليرز اعتقد ان انتم شفتوها قبل كده وقلناكم كتير مش كده؟ شفتوا اللي هيجيدوا دي يا جماعه ما شفتوهاش؟ سكين ليجنز ماشي مفيش مشكله. إن أنا قلت لك إن ممكن يعمل نكروز في السكين، أه طبعا السكين ده ليه بلاد سبلاي وجزء منه ميديا، هو 100 ميديا مصفوفة، أنا عايز أقول لك إن السكين بتاعك هو حتة الجدني، البلاد بس يعني عايز آخد حتة من الجدني وشرحها بقى على جميع أنواع الناس اللي موجودة، تاخد حتة من السكين هتصطادي فيها الكلام ده. النيوروباثي ده ممكن يكون أول برزنتيشن. بقية الحاجات التانية ده جاب لك منظر الجنجرين اللي ممكن يبقى موجود في الانتستين، ده ممكن يجي لك سمول انتستاينال جنجرين، لارج انتستاينال جنجرين، ومش عايز اجيب لك اكتئاب واقول لك العينين دول ممكن يحصل على مستوى الجول بلادر، ودي حالات برضه حصلت صحيح مش كومن يعني ما هياش كومن اللي يجي في الشاب صغير يشتكي من اكيوت ابدومين تتفتح الابدومين يلاقي جول بلادر جنجرين. خلاص ايه سبب الجول بلادر جنجرين؟ هي دارك بولي ارتراسكلوز. نفس الكلام حصل جنجرين نتيجه للانفلاميشن اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسل سبلاي للجول بلادر. والابندكس عشان كده دلوقتي بقينا كل جول بلادر بتتشال، كل ابندكس بتتشال لازم تتحل لان احنا مش عارفين المشكله هتقطع ايه، ما بقتش حكايه يلا شيل ورمي في الزباله، لا شيل وحل. ماشي؟ طيب كدني طبعا دي مأساة الكدني بتاعتنا انها هتبقى فيها مشكله زي ما انت شايف ان مالتيبل رينال انفاركتس واخد بالك مع نارو بلاد فيسل. شايف الكدني بتاعت العيال ممكن يكون بايلاترال. خلاص؟ طيب كارديك ليجن احنا قلناها. الدايجنوزز بقى بالنسبه لنا هنا والاهم هو التشو بايوبسي. هل احنا بنعمل تشو بايوبسي؟ الحقيقه ما بنعملش تشو بايوبسي، التشو بايوبسي من حته رخمه جدا الشورا النيرف. قال لك اكتر حته عيانين دول هي الشورا النيرف. لانه اكتر حته بيكون فيها الباثولوجي واضح جدا، طب احنا مش بناخدها ليه؟ العيان بيرفيوز، ما عندناش حد افيشنت يقراها، وغير كده بتسيب اثر والعيان ممكن يحصل له باريسس في الحته اللي اخدت بايوبسي منها، الاثر بتاعها ممكن يحصل فيه ويكنس في المكان ده. فعشان كده هي مش بريفير هي احسن سايت، بس احنا مش بنريفير الحقيقه نرجع لهاش لان بنكون خلاص ما قدمناش حاجه ثانيه. ماشي؟ ما هنشخص ازاي؟ هيستوري 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 اكزامينيشن وبعد كده نقول بقى الحاجات الثانيه دول عليه دلوقتي. طيب طبعا عايز اقول لك ايه؟ ممكن توصل انك تعمل لك اكستنسيف سكين بروسس بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، يعني بلاقي عيان شاب صغير هايبر عنده جريفها نيروباسي وعنده اكستنسيف سكين ليجن لازم احط من ضمن الديفرنشال دايجنوز اللي اتحط لازم احط الجولي ارتستروز. ما دام دخل فيها ضغط تشاب حط جول ارتستوز. طيب جنجرين ما بتاعنا سكين ليجن نوديول تندر سكين ليجن، بص الحاجات اللي ممكن تشخصت العيان ده على ان هو ارسنال من الارض. يعني دي نوديول ليجن كلها بتحصل مع جول ارتستوز. اتفقنا ان هو ديسيز اوف ذا سكين جي اي تي والكدني، مش احنا قلنا كده؟ والنيرف سكين جي اي تي كدني نيرف. طيب طبعا بتبقى باثولوجيك واخد بالك ده لو احنا خدنا وانت بنشور النيرف بايوبسي او لو قطع حته من رجل العيان او من الانتست بتاعته قدرنا نعمل فيها باثولوجي حلو هنقدر نعرف اذا كان في فعلا في ايفيدنس في الباسكلايتس او لا. طبعا الباثولوجيك بالنسبه لنا هنا السي تي انجيو. السي تي انجيو هيوري لك ايه؟ هيوري لك بليدنج اوف ذا بيزن كاركترستيك اوف بولي ارترايتس اكتر حته بتتكلم عليها في التشخيص فيه الكدني. يعني لو عمل سي تي انجيو على الكدني
ولقى بيدي المبزلين الفيسلز هيقول لك اول ديفرنشال دايجنوزس بولي ارترايتس يور بيشنت از هايبرتنسيف ده بولي ارترايتس بروبلم. ماشي يا جماعه؟ لغايه كده الكلام واصل ولا دخل في بعضه؟ لا تمام ده تمام. يبقى هو ديسيز وسمو اوف ميديم سايز ماشي الرجاله اكتر من الستات في اليونج ايج مش في الاولد ايج، لكن هو له سن، لكن هو كومن دايما بيبقى في اليونج والميديم. خلاص ديسيز اوف ذا نيرف سكين جي اي تي اند كيدني. الترتيب اللي انا حطيتها صح ولا غلط في اعتباركم؟ يبقى المفروض ديسيز اوف ذا مين؟ كيدني رينال فيسل. بعد كده حط اي حاجه ثانيه. خلاص السكين ممكن يبقى من حاجات مايلو موديولز اكستنسيف سكين ايه؟ ابسليشن اند جلد. طب ايه العلاج؟ ستيرويد ويموت ابسليشن. طب ده عنده ضغط هياخد ستيرويد. هو اول ما هياخد ستيرويد والانفلاميشن اللي علينا الجسم هيقل هو ضغطه هيتحسن. طالما ما حصلش دامج نهائي للكيدني ولسه في ستيج اوف انفلاميشن الدنيا هتمشي حلوه قوي. ممكن ما يحتاجش علاج الضغط. خلاص؟ بلس ستيرويد. طب هنا ايه الاميونو سبريشن هما بيدوه؟ الاندوكسين. يعني من اكثر الحاجات المعقوده ولسه مكتوبه وتفضل مكتوبه هو الاندوكسين. طب اذر اميونو سبريشن زي الميسون ريسبت والاذر سيرويد الكلام ده مكتوب بس مش هو الاساسي، يبقى ستيرويد والسايكلوس. خلاص؟ طيب العيان ده ايه السكريننج اللي لازم اعمله؟ السكريننج للاسف الشديد بيقول لك تاسنولوزا حتى انا مخليها للاخر عشان تفتكرها. لقوا ان في كليت اسوسيشن بين بيقول لك تاسنولوزا وهيباتيس بي. يعني مفيش عيان بالبروتوكول تاسنولوزا الا ولازم تعمل له الاثنين دي بس ادخلها لا يبقى تدي له السي. ماشي؟ عيان بيقول لك تاسنولوزا ده مش عشان عنده ده جزء من التشخيص. لان انت لو عالجت العيان على ان هو بيقول لك تاسنولوزا بس ولسه الفيروس موجود ولا انت عملت حاجه. لان الفيروس ده هو اللي بيديوس انفلاميشن هو اللي بيتريجر الجسم. متخيل؟ يعني انت عندك بي بيتريجر كل الناس الجوز انت عليك دي بسبب الامه اهي هتعمل لك نظر انتي بوكس واخد بالك بقى نظر انفلاميشن يبقى لازم دي تتعالج. يبقى النحبه ساعتها بتقفل من هنا من السي او البي. يبقى لما بتشوف عيان بيقول ارتاس بدوزا تكرمه وتعمل له هباتيتس بي وهباتيتس سي. خلاص كما ينبغي طلع عنده سي او بي هياخد علاجين مع بعض علاج الاميون سبريشن وعلاج الفيروس. ماشي يا جماعه؟ لغايه كده الكلام واضح؟ نيجي بقى لسمول فيسل فاسكولايتس دي اللي هتبقى فيها يعني ايه؟ هي مش هيبقى فيها لخبطه لان هما برضه مختلفين عن بعضهم. اعتقد ان الموضوع ده يعني بالنسبه لكم كلينيكال كده واضح ان لما يجيني عيان بالشكل لازم اقبل شكوته وافسرها صح؟ مفيش حاجه اسمها انت صغير على الشكوى او لا انت بتقول اي كلام مش كده برضه؟ يعني واحد يقول لك لساني بيتلعوع في الكلام او يتقل في الكلام ويوجعني ما تقولوش انت كذاب. ده لو راجل كبير هتقول له انت ايه؟ انت جاينت ايه؟ جاينت سيرفايس. يجي شاب صغير يقول لك انا رجليا بتنمل وعندي ضغط هتقول له انت بلا قياس الدوز. هتيجي بنت صغيره تقول لك ده انا جيت يا بنتي بتتقل ما بقدرش اكمل الحاجه وبعد ما كنت بكذب واشتغل كهرباء وبعمل مش عارف ايه هتقول لها انت ايه؟ تكاس وديزيز. نيجي بقى للسمول ميسل ماسكولايتس. السمول ميسل ماسكولايتس دول مجموعه كبيره جدا يا جماعه. خد بالك ازاي؟ يعني من اكبر مجموعات الباسكولايتس دي هي السمول فيسل. ماشي وهي محترمه جدا. يعني هي ما بتنطش على اللارج ابدا نهائي ما بتاخدش لارج احنا اتفقنا اللارج ياخد ميديم وسمول مش كده؟ والميديم تنط على السمول. السمول ما يقدرش يقرب من اللارج ابدا. لكن ممكن يعني ياخد حته كده يعني هنا من الميديم ويا حصلت يا ما حصلتش لكن هو بيحترم نفسه قوي وبيقدس تدميره للحاجه اللي هتعرفه ليه بيدمرها. او يعني ليه بيقدس نفسه. ان عنده قدره على التدمير في اماكن وهميه بالنسبه له فمش محتاج بقى ياخد اللارج بقى محتاج ياخد الميديا. السمول فيسل فاسكولايتس بيتقسموا لعنوانين كبار. انتوا بتسمعوا حاجه اسمها انتر؟ ايوه انتر اسمه ايه انتي ايه؟ نيوتروفيليك سايتوبلازميك انتي بودي سمعتوها قبل كده ولا بس سمعتوها شويه انتر ايوه من الجروب شمال هو اللي سمع من الجروب شفتوه معنى ايه؟ في حاجه اسمها انتا اسوشيتد فاسكولايتس ونون انتا اسوشيتد فاسكولايتس ده العنوان الكبير. الانتا دول ادوهم اسامي معينه او ادوهم حاجات معينه. خلاص في انتا بي وانتا سي. ماشي؟ الانتا بي بالنسبه لك واخد بالك ازاي دي حاجات هي مايكروسكوبيك بولي انجايتس. المايكروسكوبيك بولي انجايتس. ماشي؟ ايه تاني؟ حد عارف حاجه ولا ما كنتش عارف اي حاجه؟ وشيل ستار ديزيز ماشي دول اسمهم انكا بي او بي فيها كوره انكا سي
المعالج الكبير بقى الفرق في كل تدمير وكل حاجه. يبقى السين لما اتكلم على الانكا سي يبقى انا بتكلم على الباك بون، واخد بالك ازاي؟ لما اتكلم على البي بتكلم على حاجه اسمها مايكروسكوبيك او بتكلم على حاجه اسمها شيرد ستراوس. اما النون انكا اي حاجه في النهايه اقول لك عليها كرايد بنيمنج شيب تنقش اللاين ده براحتك، قول لي بره من البلاستيك اللي انت عايز تقوله ماشي. يبقى التقسيمه الاساسيه هي يا انكا يا نون انكا، وانا يهمني اول ما تعرف الانكا دي واخد بالك ازاي يا شيرد بتاعك خلاص في المحاضره اللي فاتت مش كده برضه؟ وكرايد بنيمنج في المره الجايه ان شاء الله في المحاضره الجايه. فنبتدي بقى بالانكا اسوشيتد باسكتس. الانكا اللي احنا بنسميها انتي نيوكليك سيتوبلازميك انتي بودي لازم تتعرف ان هم نوعين اساسيين الدي والسي خلاص. في اذرز في اذرز مالناش دعوه بيها، لكن احنا بنتكلم على الدي والسي عشان تبقى فاهم ان السي دي انا مش طالبه انك تعرف كتير، طالبه انك تبقى حاجه اسمها اجينست بروتينين 3. الانكا سي دي بتشتغل اجينست ماده اسمها بروتينين 3، اما الانكا بي بتبقى اجينست مايوكليبسيس، مش عايزين اكتر من كده خلاص. طيب الانكا سي دي ما تحصلش حاجه ابدا في الدنيا غير البكتيريا ده الاسطوانه بتاعتها. طب والانكا بي تحصل في الميكروسكوب وتحصل في الشيرد ستراوس وتحصل في حاجات ثانيه كتير. يبقى المور سيلكتد مين؟ حد يقول سي. طب انا بقى ينفع اكتب في ريكويست زي ما انتم بتشوفوا بعض المواد بيكتب لك انكا اناليسيس، ينفع اعمل كده؟ يبقى بيكتب انكا ده يبقى فاهم حاجه؟ لو جالك انت واحد مثلا لا قدر الله حد من قرايبك راح للدكتور ولقى الدكتور بتاعه كاتب له انكا تتر يقول عليه ايه زي ده؟ رد حد يرد؟ يبقى فاهم حاجه؟ لا لا لا. اما يقول لي انكا تتر قال كيمو يعني ما بتاع نعمل يعمل لي كيمو ده في 50,000 نوع انكا يعني بي وسي وفي اخواتهم كتير انت عايز ايه؟ فاذا انت هتطلب انكا لازم تكون سيلكتد انت بتدور على ايه؟ خلاص؟ لان الانكا ده تحليل اولا غالي، ثانيا هو المسؤول الحاجه اللي هيديها لك المعمل بناء عليها كم تشخيص هتشوف دلوقتي الشكل ايه؟ يبقى بدايه الكلام انا بطلب انكا يا سي يا بي، ولما بطلب كلمه سي بقول له انتي بروتينين 3 عشان اغيرها لي، ولما بطلب بي بقول له انتي مايلو بيروكسيديز. يبقى الراجل اللي كتب الريكوست بتاع الانكا الدكتور ده ما كانش يكتب اني انكا وايه هي الانكا يبقى مش فاهم حاجه. فهمنا يا جماعه؟ الانكا اسوشيت باسكولايتس ده سمول بيسنس. سمول بيسنس يعني اي حته ممكن تتاخد خلاص، وهتلاقوها هما اللي انا بقوله ده هتلاقيه في كذا حاجه، بس كل مرض هياخد من الحاجه بتاعته دي الحاجه اللي بيحبها. هنشوف ازاي. لو جينا مثلا على الجزئيه بتاعت الفاجنر ماشي، الفاجنر جلاماتوزس هتلاقي ده المرض ده بالذات بيحب جدا الابر ريسبيرتوري تراكت، اللور ريسبيرتوري تراكت، الكيدني، السكن، الدفرال نيرف، البرين ما عندوش مشكله، الاي ممكن ياخدها، التستم ما عندوش مشكله، واخد بالك ازاي؟ طب ده ايه الحته اللي بتقول عليها بتحبها اكتر حاجه؟ ابر ولور وكيدني. ابر ولور وكيدني. خلاص؟ ابر يعني يجي لك ايه؟ العيان ده بقى يجي لك وده اللي بيظلمه. الكارنت اتاك في اوتيتس ميديا. فاكرين لما مره قلت لكم عيان بيجي له اوتيتس ميديا ما بيخفش؟ فكر في الماسكولايتس. اما قلت لك كده فكر في اوتو اميون بروسس بتحصل. يقول لك ده اللي بيجي له اوتيتس ميديا 5 مرات في السنه. طب بتخف؟ يقول لك ما بتخفش في حاجه. يفضلوا يديله مضادات حيويه. وتروح لوحدها او تفضل لغايه لما حصل ان الاوستيا بيتس بتاعي اتقفل. يقول لك يا دكتور ما بقتش اسمع، اتقفل على بعض النص. ماشي؟ ادي حاجه. العيان ده يجي له ريكارنت سينوسايتس ويروح لدكتور الانف والاذن يقول له اه انت حساسيه. لغايه لما يلاقي النص بتاعته حصل كومبليت ديستراكشن في النص. ماشي؟ ومش بس ريكارنت سينوسايتس ده ممكن يجي له بيستاكسس كراست. يقول لك بنزل يا دكتور زي ما تكون تعويره بنزل التعويره من المناخير، الاقي كراستات نازله من المناخير. واخد بالك ازاي؟ يبقى الكارنت سايتوسايتس مفيش مشكله، كيبستاكسس من اليونيلاترال ممكن باي لاترال مفيش مشكله، كراست من النوز مفيش مشكله. واخد بالك؟ الكارنت انجايتس مفيش مشكله، ايبيجلوتايتس مفيش مشكله، كل الطلبه بقى. واخد بالك ازاي؟ لدرجه يقول لك سيفير هورسنس، وممكن يجي يقول لك ان انا عندي سيفير بين هورسنس او لوست فويس. واخد بالك ازاي؟ ماشي. حاجة تانية من ضمن الحاجات المجزرة لي ساينوسايتس ما عندوش مشكلة، أي ساينوسايتس وتايتس ميديا ريكارنت. يبقى كل ده ريكارنت لازم تفكر إيه ده؟ العيان ده ممكن يجي لسه مش حساسية، ما بقتش حساسية تبقى بتاع الرمل بتاع الأنف والأذن،
لو عنده شويه علم هيقول لا روح بتاع البلاد، المنظر اللي عندك ده مش بتاعي، ده تروح لحد بلاد. يبقى البارانسايتس ما بتخفش على الاكل يستلمس، البارانسايتس ميديا ما بتخفش على الاكل يستلمس، البارانسايتس مش معروف سبب كراست يفوز. واخد بالك ازاي؟ لازم اقول لا القصه ما بقتش بتاعي انت وقصدك بقت بتاعتي. ماشي؟ يوم نعمل طبعا على مستوى الضمن اللي انت عايزه تعيش حياتك كف اكسبتيشن وكارد جست انفكشن وكارد هيموكسس. واخد بالك ازاي؟ نيمونيا مش عنده مشكله، ممكن يجي لك بسبير برونكوس باز مش اي مشكله خالص. بارشال ريسبوند للميديكيشن وساعات مش بيرسبوند. انت عارف ان كل الدكاتره في الصف لما بيروح واحد بكحه او بلغه بيدوا له ايه مع المضاد الحيوي؟ بيدوا له ايه؟ كورتيزون. مش كده؟ يقول له خد الفينادول الشراب هيريح الدنيا لغايه لما ظهرك يتحسن. اما ده جزء من العلاج يعني يقول لك بارشال امبروفد على التاني لان كان في سنه كورتيزون اتشكر من كده صح؟ وايام الكورونا كلنا الناس بتشاهد يعني ديكساميثازون كان بيتهبل ازاي؟ حد كان بيعدي من غير ما ياخد على الاقل ثلاث اربع حقن ديكساميثازون في الشهر؟ ما كانش فيه. احنا كان عندنا عيله كل ثلاث ايام تاخد حقن ديكساميثازون. يعني على مستوى الهارت يا جماعه اه ممكن يجي له على مستوى الهارت اللي انت عايزه هايبرتيك انفانكشن او فاسكولايتس. على مستوى السمول فيسل زي ايه؟ سمول فلاتشات بتاعت الكورونا عادي مفيش مشكله. ماشي؟ يبقى هو ممكن يجي له انفايرمنت بين والسكيم هارت ديسيز ممكن يجي له هايبرتيك انفانكشن. طيب لو جينا على مستوى الكيدني لا على مستوى الكيدني بقى نقف. بيعمل ايه بقى؟ ديسيز اوف ذا فيسل اه. لكن مع ذلك هو ليه بانكيبتس. انا في الجول ابتسم دوز قلت لك البريك يبقى ليها دعوه، قلت لك التسييف كل مشكلته يقفل لك شباب الكلى ومش دعوه السلام عليكم. انما ده لا يخش في السمول بيسنس واخد بالك ويخش في البريك نفسها ويعمل لك مان ديفايسنج لانجلوما محترمه ويلبش لك الكيدني الهبشه تمام لقينا الفيلم. بانكيبتس وتاخد البايوبسي يقول لك تشطش ريزيستنت اوف فاسكيولايتس. البرين لما تيجي تحطه البوليرايتين اثنين ثلاثه وكلهم بيعملوا لك استفيك وفي كمان البيس بوك از ديسيز. ماشي؟ عشان كده بقى الاسبورتس الماسكولايتس هي محتاجه تاخد الميديا، هي محتاجه تاخد اللارج لان هي الدنيا من غير حاجه. على مستوى الانتستين لما حصل بتاع كل بس دوز هيحصل فيه. ليه؟ عشان السمول بيس بتاعك يعني ممكن يجي لك ابدومينال بيك والانتستينال بيك هيجي. طب تستيكلر بيك ممكن يحصل مفيش مشكله. طب نفرض ان هو بس ما عندوش مشكله. واخد بالك ازاي؟ يبقى ده ديسيز ممكن ياخد كل جسمك بس اكتر حتتين بيحبهم مين؟ ابر ولور والكيدني. لكن كل السيستم ممكن يبقى فيه. طب على مستوى السكين يعني هو خد ده كله هيسيب السكين؟ لا ده ممكن يجي لك باكستنسيف سكين باسكولايتس والسريشن وسكين جانجرين مونوتيوز ولايفيدرال بلاكس. واخد بالك ازاي؟ طب على مستوى الديجيتس ممكن يجي لك انفكشن في الديجيتس ولا ما يجيلكش؟ اه يجي لك يعمل سمول بيسل ويقفل لك اثنين ثلاثه مفيش مشكله. يبقى الراجل ده مالتي سيستم انفكشن. لكن لما تاخد منه الهيستوري يقول لك كانت البدايه مناخيري والباك زوري وده بقى كحه مستمره لغايه لما يجي لك مره اكستنسيف موكسس. يعني عرفت تشخصه؟ يعني ما عرفتش تشخصه خلاص. الفاكتور دي اسم جديد يا جماعه مش جديد طبعا يعني هم حاولوا عشان الفاكتور ده يعني حاولوا يغيروا الاسم بتاعه فخلوه احسن جرانيتوز وحش الشمس. ماشي؟ فهو ديسيز اوف ذا ابر سبيكتر باك اند كيدني اساسا. السيمبتوم احنا قلناها طب فيبر وريدك وماليز اه ممكن فيبر وريدك وماليز لما اتفقنا ان من ضمن الحاجات الموجوده في الكلام. الاير كومبلينت احنا قلنا التايتس ميديا ده الشرط اللي انا قلته كله. طيب الايرز طبعا الكونتاكت ديفنس الكلام ده اللي قلته والاور القواعدين ضمن الحاجات بقى دي انا لازم اقولها قبل ما تشوف. العيان ممكن يقول لك يا دكتور بالذات لو في مين يقول لك بصيت يا دكتور لقيت ان ايه اللي هبقى متكرره في اللسه. لسه في وزن. تروح الاحسن واخد بالك يعني ايه الست اللي هي تقول لك ان في عندي اوتيتس ميديا ورايمايتس وزوري بيوجعني وبكح وساعات الكحه بقى فيها دم وفي نعجان ورش الدم تقول لك بص يا دكتور بالست تقول لك تقول لها ما تحسش بتاع لا ده جزء من شغل. تبص تلاقي الكونجكتايفا دي من ضمن الحاجات ان الاسفل الجنجفا يقول لك زي الفراوله. انتوا شايفينها مجدره ازاي يا جماعه؟ فعلا هي زي الفراوله صح؟ دي ساعات بتبقى هي اللي بتكون في الحياه. الست تيجي تقول لك سناني بتوجعني ولسه يا دكتور محتاجه على طول. ده غير بقى لو بدات الانفلونزا اللي على طول والرشقه اللي بتحكي والدم اللي بينزل من تحت والحته السودا اللي بتنزل من المناخير وزوري بص كمان للستي فانت انك انت مش عارف تقول لها روح بتاع السنان. بتاع السنان ممكن مش انت الوحيد اللي هتعرفه
انك انت شفتها في المحاضره وعرفت ان ممكن الفاكتور ده تبقى اول برزنتيشن دي مع مناخيرنا وكحه وزرقه وستروبري ماشي. دي من الحاجات اللي كومن اللي انت بتشوفها وتلاقي فيها اوزيشنز ومن غير انفكشن ده مش انفكشن ده كل ده انفكشن بس متخيلين يا جماعه؟ يبقى المرض ده محتاج ياخد لارج ريسك محتاج ياخد ميديم الاي برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن ياخدها برضه عشان حبيبي تفتكروها بالصوره بيعمل زي سوبر تيومر للرمى يعمل انفلاميشن انفلاميشن ممكن ياخد الانفلاميشن ده الريت اوربتال ستراكشر ويخلي العين يخرج عين على ارض وانت تشخصها على انها ماس تيومر مش ماس تيومر ده انفلاماتري ليجن اول ما صبرس بالتريتمنت كله هيروح. طيب من ضمن الحاجات طبعا التركيه وانا قلت لكم لحد ما يجيب تركيه ماليش في سكروز عنيف يعني احنا في عمالين جم في الطوارئ على ان هم عندهم سبير اسمه ايه ده؟ سفكيشن واخد بالك ازاي؟ وعلى انه شارب حاجه ولا شامم حاجه وبعد ما فتح العيان وعملنا احنا انسبشن يعني بعدها في الاذن ابتدى يحصل جانب للجود اوسليشن ايه ده؟ احنا مش شفناش الكلام ده بتاع في الاذن بشكل يقول لك ايه ده؟ احنا مش شفناش المرض بيعمل بتتخيل الازاز جايه باسفكسيا فروح تفكير بعدها كان يوم بصينا لقينا الجود عمال يوسع والتركيزه بتوعك بتقع طب تفتكر الجود بيوسع ليه؟ الدكتوره انت عماله تتكلمي هو في ايه بيضحك اللي انا بقوله؟ الكلام كله حزن والله. الضحك على ايه؟ والله مش هتسمعي الكلام ده تاني يا دكتوره صدقيني يعني اعرفيني ان انت ممكن ما تلاقيش اللي بيقولوه والله. مش شغل في نفسي بس الواحد عشان هو بيشوف الكلام ده فعارف يوصل المعلومه بطريقه اللي تخليها تلزق في هناك. فايه لازم الانتظار مثلا خمس دقائق ربع ساعه تقريبا في المنظر ده؟ طب ليه؟ اعمل تراكيوستومي فالدكتور بتاع الانف والاذن ابتدى يلاقي الوند مكان التراكيوستومي يومين ثلاثه عمال يوسع والتراكيوستومي بتقع وساعتها فكر بقى الباب ستوب بتاعه كان في الاسمنتس سيادتك انا عملت ريدكشن وارتيشن ابتدى الوند فكان المفروض ده العيان تعمل له حاجه ثانيه غير انك تفتحه واخد بالك ازاي؟ بس طبعا انا طيب سيب هو مش عارف نتيجه كده يعني قصدي اقول ان عيان الباب او الريدكتوز في الديرم ممكن يجيبك في حاجه امرجنسي مالهاش بطن والان بتاع الانف والاذن مش واخد باله هو ممكن يعمل فيه كاتاستروف طب ممكن ملهاش ليه؟ ملهاش لازمه ده انت عارف خلاص؟ تراكيل ستيروس دي ممكن تبقى عيان وتايتس ميدي عيان راينايتس عيان خلاص؟ يعني القصه مش كلها تبع الفاسكولايتس يبقى اه والله الكدني لا ده ممكن يجي لك حاجات بره الكدني ويبقى عيان ماشي يا جماعه؟ السكين ده ما اتفقنا ممكن يعمل فيه نتيوز وممكن يعمل فيه افليشن وممكن يعمل فيه جرجين لكن المشكله في الكدني ما بيرحمش الكدني رابط البروفيسور بيرمي بفاكس يخش على الكدني زي الوحش واخد بالك ازاي اتلحقت ما تحبش فيري اجريسيف ديسيز على النيرف سيستم ممكن يعمل اي حاجه مره رايت سيمونز وكمبلكس واخد بالك ازاي بيفهم اللي هو عايزه ده منظر السكين مثلا العيان جاي بالسنسر سكيل دي زي ما انتم شايفينها كده وكانها بربر وريد دي مش تروما ولا فايبر اكشن ولا دي بيرد ولا دي كلها ماسكولاتس خلاص؟ ممكن يجي لك بسكيل دي زي ما انتم شفتوه معايا في عينيه اللوبس يا جماعه ويتشخص العيان رونج اللي هو لوبس ماشي؟ انا ما قلتش في اللوبس ان يحصل له سفوكيشن ما قلتلكش راينايتس ما قلتلكش عيان تخرج لبره الكلام ده ما قلتلكش في اللوبس سنسر سكيل دي كل دي عباره عن ماسكولاتيك ليجن ده كله اكستنسيف ماسكولاتس السكين قفلت شرايين الكلى وشرايين الاسفل الجلد وعملت شويه التهاب كل ده التهابات خلاص؟ طيب ده منظر تاني اجريسيف برضه ده بقى نهايه مناخير مش هو قاعد كل شويه يجي له طاقه بتاع الراينايتس وانف واذن وبتاع الانف واذن يجي له مش عارف اخد انتي يستمد ومش عارف ايه لغايه لما يلاقي امام مناخيره كلها راحت فين؟ بطش تكل هو والجوم ساعات يجي العيانين يا جماعه مش عايز اقول لك عيان بلدر ده لما يبقى رونج دايجنوز احنا كده في 120 سنه او 25 سنه العظم احنا شايفين العظم واخد بالك ازاي؟ المجزره اللي بتتاكل كل ده اكسبوز انت متخيل السيجارت اللي موجوده كانها مليانه بالظبط انتوا متخيلين يبقى كل القصه في كارن سايمان سايتس وكارن سايمان تخيل واحده جايه لك كل البول اللي هنا واقع بالسكين انت شايف يعني احنا كنا شايفين ترسها يعني متخيلين شايفين كل ده احنا شايفين الدرس شايفين المنظر قد ايه ديسفيجرنج وفيري اجريسيف فعشان كده بقول لك العيان يقول لك في ريكارنت تايتس ميديا ريكارنت ساينوسايتس بيجي لي ساعات ماركت سور ثروب وهيب يعني بين واخد بالك والبنت ما بيخفش ما تقولش في الانف والاذن
وانت اقول ماشي حطها في اذن، بس كل ما بفكر في وصفات اسمها بربر يمكن يرحمك يعملها ستين على الموز، لا اقول لما ناخد منها بيبسك الشخص وتاخد علاج، او لا ان في كارتلج دامج عمر واحد فيكم دارس المصايف عمل ستين، لا في كارتلج بالتاكل، لا اقول بالتاكل هو ده المؤشر. مجرد ما بتاع الانف والاذن او بتاع الجورج يقول لك والله ده فيه مالتيبل بولتس ايرودنج الكارتلج، بس مش عايزين اكتر من كده، ايرودنج بتاعك خلاص، خد بايوبسي من عنده. ماشي يا جماعه؟ الدايجنوزس طبعا ديستري اكزامينيشن، وبعد كده بص على الحاجات اللي هتطلع ليوكوسايتوسس سي ار بي بيس ار ام اي. الانكا بقى اني انكا؟ بص مكتوب ايه؟ بروتينيز 3 اللي هي الانكا. ماشي؟ لو قلت لي انكا كده طب انت استفدت منك ايه؟ ولا حاجه. ايه انكا يعني؟ الانكا بتبقى عاليه في الروتون، عايز عيال الروتون ممكن يكون انكا بوزيتيف، مش احنا قلنا الروتون والسيستمك لوبس والسيستمك سكليروس وكل الشله دي بيجنبوا بعض كل شويه من عندي وشويه من عندي عادي، لكن انا ما عملتش سبيسيفيك انكا سي اللي هي انتي ريديوسنج كومبلمنت نورمال. انا عمري ما هشخص بجنر والكومبلمنت كونسيوم. شوف على قد التوحش ملوش دعوه بالكومبلمنت، ما يقربش من الكومبلمنت نهائي، بالعكس انت ممكن تلاقي كومبلمنت عالي. في اللوبس كنت بقول لك ايه؟ كومبلمنت ايه؟ ماركت للكونسيوم صح؟ انما في البجنر تاكل الكيله زي ما هي عايزه من غير كومبلمنت. ماشي. طبعا بالنسبه لنا هنا الدايجنوستيك هو ان انت تطلب على الام ار اي او السي تي على الحاجه اللي عليك يشتكي منها، يعني اشتكى لك من مناخيره يبقى انت عايز الام ار اي او السي تي على مناخيره، على ودنه انت عايز تبص على ودنه يبقى على ايده، عايز تبص على بيترس بون وتبص على مستويه، لان مفيش واحد فيه جاله تايتس ميديا وحصل له ان المستويه بون حصل فيها ايروجن مش كده؟ ولا بيترس بون التاكل مفيش، كلنا بنتكلم على التايتس ميديا احنا صغيرين بنسمع مش كده برضه؟ لما تقول ايروجن اوف ذا بون او ايروجن اوف ذا كارتج بتنسى ان الحاجه هتنسى. ماشي؟ البايوبسي طبعا هي مش فاهمه ده دايجنوستكس. دينا البايوبسي جاند مارك. بايوبسي بالنسبه للبولب جاند مارك. بايوبسي بالسكين جاند مارك. يعني الحته المهووشه كورن كونس. هو ده الدايجنوستكس. ماشي يا جماعه؟ ايوه يتدخل مع بعضهم عادي يا دكتور، بس في فرق لما تبقى جايه معزومه ولما تبقى صاحبه الفرح مش كده؟ الاس ان اي هي صاحبه الفرح هتجي لك بايه؟ بلا نشوه الوشيا وارثرايتس ولينا الافكشن بتاع اللوكس مش كده؟ لكن مفيش مانع ان البيوبسي يقول لك بيكشر واسوشيت ويز فاسكولايتس ايه؟ انما نعم؟ ازاي يفرق كتير يعني البروسس قبل التريتمنت؟ عيانة اللوبس انا لما بلاقي عيانة اللوبس معاها فاسكولايتس بعرف ان اخرتها سودا يا تغسل يا تزرع بصراحه. ماشي؟ لكن لو لوبس لوحده ان شاء الله في دخل مجرد، لكن كمان دخل عيانة اجل. ماشي؟ هنا بقى بالنسبه لي في الفاسكولايتس لما بتيجي السمول بس اللي بدل ده هو ما عندوش، هو بيثبت نفسه كله حتى لو ايه؟ يبقى واحد على 80 لكن ملوش اي وجود كلينيكالي، ملوش وجود هو انت شويه لاب، انما كلينيكال انا اللي صاحب الموقف كله، انا اللي هبان بكل تفاصيلي. فهمتني عايز اقول ايه يا دكتور؟ مفيش مانع يكون في اسوسيشن بين مرضين، لكن دايما بيبقى الغلبه للاقوى، ما يجي اللوبس بيثبت نفسه. اما تيجي الفاجنال ما تجيبش معاها شيء غير حاجات قليله ولازم تضعيفها هي الاساس. فهمتني عايز اقول ايه؟ بالنسبه لنا ايه في الفاكتور الجلوتوزس والشله اللي جايه كلها هو بطس ستيرويد والاندوكسان، واخد بالك ازاي؟ او ممكن اللي انت اصلا بقى عديت زي التوكسيمات، لكن الاساس هو الاستيرويد. ماشي؟ ده يكون ايه؟ فاسولوجي، ده حاجه ايميولوجيكال ديسيز، فانا اللي بالنسبه لي هو الاستيرويد. يبقى الفاكتور ديسيز ده ديسيز المفروض تبقى عارف السيستمز زي الرسمه اللي انا رسمتها في الاول، اولا مش انا يعني رسمتها، دي المنظر بتاع العيان بتاع الفاكتور، مفيش حته فيه مش متاكده. وعشان كده قلت لك هو اللي محتاج لارج وانا محتاج ميديم، هو في نفسه يقدر يبوظ الاي ويقدر يبوظ النوز ويقدر يبوظ اللارنكس والتراكيه ويقدر يبوظ الاير ويقدر يبوظ بالك ازاي؟ وعلى مستوى الكدني قادر كويس يعمل لابن الاوبيس بالرينال فلايتس، على مستوى البريفرال نيرف كل الحاجات اللي انت عايزها، على مستوى السكين اكستنسيف سكين ليجن والستريشن والجنجرين واللي انت عايزه، على مستوى فينجر جنجرين ما عندوش مشكله، على مستوى لانج في كاتاستروف ثانيه وهتلاقيها مكتوبه في السلايدات لما قلت لك اوبسس، هي القصه ما بترسيش على شويه كافر اكسنتريشن. عيان البلدر لما توز ممكن يجي لك مفاجاه، ايه بقى؟
جاي استقبال صغر وديستك وتكتنك وبيكح دم وكيراتينين 10 خلاص رينو بالمولاري سندروم بينزل في اللنج البيورال هيموراج ورينا الفيل ده ايده دم ده تبقى قفل البيورال هيموراج نظر السي تي او نظر الاكس راي الدكتور بتاع الاشعه قال لك يا دكتور خلي بالك معينه بتاع البيورال هيموراج معينا الفيلير اول حاجه حطها بانيو واخد بالك ازاي؟ دي اول حاجه حط بانيو طالما سنه باتس سترويد واغسله واميون سبريشن ولو هو مش متزنين يبقى لازم اعمل له بلازما فاكسس كمان. شوف التفكير بسرعه ازاي؟ لان مفيش وقت. العيان بتاع البانيو اللي هيجي لي بالهوبسس لازم اكون عامل اكس راي باين لي منظر الالبيورال هيموراج نو تايم. ده عيان كاتاستروفيك والاند ستيج بتاعته نو تايم. العيان ده ممكن يجيب الهيموراج في الرنج جينا فيليير انا ما استناش حاجه. ما بقولش بقى اعمل بايوبسي مش هعمل دلوقتي انا بلش وبعدين اعالج. خلاص؟ طيب. تاني نوع بقى من انواع الماسكولايتس اللي احنا بنقول عليها هي السمول فيسل ماسكولايتس الاثنين بقى اللي هم ايه اصحاب بعض قوي. الميكروسكوب يقول انجايتس دي لطيفه دي بتحب نفسها قوي. بتحترم نفسها جدا يعني ايه بتحترم؟ هي نوع من السمول فيسل ماسكولايتس ممكن يجي معاها الانكا بي اللي هي ماينور اكسبريس بوستر ممكن في بعض الحالات 45% انما الباجنر 75% عندهم السي ماشي الميكروسكوب بيقول انجايتس يعني 40% ممكن عندهم البي مفيش مشكله طب تيجي بيه الميكروسكوب بيقول انجايتس دي بقى هي نوع من الباسكولايتس بيحب جدا الاثنين مين بقى الاثنين اللنج والكيدني يعمل لي ايه في اللنج يعمل لي فيه سيفير كابيلاريتس ويفرقع الكابيلاريز طب انا فرقعت لك الكابيلاريز هيجي لك ايه هيموراج خلاص فده اول برزنتيشن ثاني حاجه نيكروتايزنج ميونوترايتس زيها زي بتاعت الفاجنر ماشي بس ليها كاركترستيك فيتشر في الباثولوجي يبقى الفاجنر ماشي يا دكتور طيب وايه هو الباثولوجي فيها في بالنسبه للانكا الانكا دي تطلع من 45 ل 75 مفيش مشكله 45 بعد كتب فبقى مفيش مشكله بقى اي نوع من الانكا انكا دي اللي هي مين مايلوبيكسس طب اذر سيستم انفكشن ممكن شويه بريفرال نيروبس سكين فيشر لكن الاساس لان وكين يبقى لو انا قلت لك رينو بالمونري سندروم المحاضره دي تقول لي كم مره؟ اللي هما الفاجنا والمايكروسكوب والانجايتس. طب المايكروسكوب والانجايتس دي كده بشخصها بالفكر ولا بشخصها بايه؟ بايوبسي. دي مالهاش حل. البايوبسي بتاعتها واخد بالك هي بتبقى سوبرمونيك فيكشر سجست او مايكروسكوب والانجايتس. خلاص؟ يبقى دي انكا بي السن بتاعها بيبقى في الميدل ايج ميل والفيميل لا الميل اكتر من الفيميل ماشي؟ لان وكيدني. يعني انت ما عندوش حل بيجي بقى البيورال هيموراج وليها الفيلم هو داخل من الاستقبال ينهب بالكحه ده وتعمل له الكيراتين بتاعه تلاقي 10 12 واخد بالك ازاي وتبص تلاقي اكتف صدر الفيلم تاخد الرينال بايوبسي يقول لك مايكروسكوب بريوتكس طب العلاج ايه؟ بالس سترويد اندوكسين طيب الايزينوفيليك جرانيتوز بولي انجايتس اللي هي الشيرد ستراوس الشيرد ستراوس ده ثالث نوع من الانتي اسوشيتد باسكيوتس طيب ده بقى مشكلته ايه؟ هتعرف مشكلتي دلوقتي. شيب ستارز ده ايه؟ تفكر في ايه؟ طب بقول لك ايزينوفيليك تفكر في حساسيه على طول مشكله؟ هي دي بقى مشكله الجراندوز بولي انجلس ليه بقى؟ عمره ما كان عنده حساسيه في حياته على سيده فجاه ابتدى يجيله رايمايتس ريكارنت وازمه الدكتور يعمل له اشعه على صدره ما يلاقيش حاجه او يلاقي شويه حاجات كده ايه فلافي كده قبيله يعني شويه هيتروجينس وستس خلاص يقول له تعالى لي بعد يومين ده انت عندك روح كل مره يقول له بس انا السخن يقول له معلش معلش تعالى لي بس بعد يومين ما يلاقيش حاجه في الاكس راي حتى غريبه انت ايه ده؟ واخد بالك ازاي؟ هي دي مشكله العيان برضه نفس الكلام يونج ايج ميل او فيميل ماشي وجاي بيشتكي من الكارما بتاعت ريسنت اونسيت راينايتس وريسنت اونسيت اسمنت اكتس ماشي يبقى دي معلومه مهمه العيان اللي بيشتكي من ريسنت اونسيت ازمه كم مرض ملاك دلوقتي هفكر فيه المحاضره دي بجنا وشيرد ستراوس بس مشكله بقى الشيرد ستراوس ده اللي ما بقاش اجريسيف ده ممكن يخف شويه بالانتي هيستامين يعني يقول لك والله يا دكتور ما كنت باخد الشبخاخه بتاعت مناخيري ده كانت حساسيه تاني ومناخيري تاني من غير كورتيزون ولا من غير كورتيزون ولا حاجه طب والنوبه بتاعت الحساسيه على سنك كانت بتقلق شويه واخد
ازاي؟ طب ما المشكله فين بقى؟ المشكله ان العينين دول ممكن يجيلهم برضه كارتر سينوسايتس ويجيبوا بقى ايه؟ يبتدي بقى ان كانت حكايه حساسيه وشويه انتهاكات كده بتشد بطريقه الدخان او تراب او من غير ما يشد بطريقه الدخان او تراب يقول لك فجاه قاعد كده بتفرج على التلفزيون والاقي نفسي بعد الثاني والثاني يقول لك حساسيه يبتدي يحصل بقى التنشن يبتدي بقى ياخد باله لا الحكايه ما فيش حساسيه خلاص يبقى بقى الحكايه قصه ثانيه خالص يبقى ده تاني مرض في المحاضره دي لازم اخلي بالي ان حكايه الحساسيه اللي بتيجي في سن كبير لا احنا حتى حاجه اسمها باسكولايتس ممكن يبقى برزنتيشن زيه زي الحساسيه واللي مش هيعرف هيعالجه على ايه الحساسيه يا غايه يا اما مناخيره تتلحس زي الراجل بتاع الفاجنا ماشي يا اما زي بتاع شيرل ستراوس لما يخش لك جنينة مانيفستيشن يبقى الراجل بتاع شيرل ستراوس الازمه كاركترستك فيه وبتبقى ريسنت اوست وبروكاي وكل حاجه زي الازمه اللي بتيجي في اي حد الزينوفيليا في البريفرال بلاد اكثر من 10% يبقى عايز اكتر من كده ايه ما هو ازمه اهو وسينوسايتس وارد بالمونر انفلتريت واهم حاجه فيها انها ترانزيت يعني ايه ترانزيت يعني زي ما انا قلت لك بدل 20 سنه ولا 23 سنه راح للدكتور عمل له اشعه على سن ساعه الحساسيه لقى مالتيبل بالمونر ليجنز قال له يومين الدين ده شويه مرض حاد فيها انفلتريت كتير راح له بعد يومين يعمل اكس ري ملهاش حاجه انت حتى غريبه انت سحر واخد بالك ولا سحر ولا حاجه ولا لما يجي له الدور الثاني يعمل اكس ري يلاقي نفس المرض اهم ما يميز الشيرك ستارت ترانزيانت بالمونري كيجي خد علاج ما خدش علاج هي بتفك لوحدها ماشي يا جماعه يبقى دي من الحاجات المهمه هي اتاك ماشي يحصل انفلتريت وتعدي زي ما حصلت له ازمه وعدت هو نفس الكلام ماشي من ضمن الحاجات المهمه اللي فيها ان المارينس مالتيبلكس والبولينيوروباثي زيها زي اخواتها مفيش مشكله خالص رينا افكشن طبعا من الحاجات اللي موجوده رينا افكشن ممكن تحصل سكيل ايجا ممكن تحصل واخد بالك ازاي سي ان اس مانيفستيشنز واخد بالك ازاي سمول فيسل ممكن تحصل لكن الاهم من كل ده ان هي بتحترم نفسها جدا في ان البرزنتيشن زي ما احنا اتفقنا ازمه راينايتس مور رايت مالتيبلكس زائد فليتنج بالمونري انفكتيفز طيب انا لو العين ده جيت على كلمه اكزامينشن ممكن الاقي زي بتاع الفرد بالظبط سكين ليشنز واجب بريفرن روبس واجب ماشي ازماتيك اتاكس على اتاك اسمع بروبس بس غير كده مش هلاقي حاجه خالص بلاد بريشر ممكن الاقي بلاد بريشر بتاع العين عالي لو الكيدني افكتيف طيب الديسيز ده هل ده فيري اجريسيف زي الفجر لا الديسيز ده بقى نسبه بيدلع ازمه وبعدين عامل كتير شويه بريفرن روبس وبعدين يبتدي يشتد على الصداع لان ابتدى يجيله ضغط ابتدى يخش على الكلى طب اذر اورجنز اي حاجه كل السمير فيسل اللي هم الفاجنا والشيرد ستراوس ممكن يافكت الاورجن زي بعضهم بس اللي فيري اجريسيف هو مين الفاجنا انما الشيرد شويه ترينات زي ما اتفقنا شويه سايبسايتس ممكن ازمه في الفيتريس بريفرال نيوروباسي هايبرتنشن عشان الكيدني لكن بقيه الحاجات الثانيه ممكن تتاخد طب انا هفرقها ازاي من الفاجنا؟ نمرة اثنين الأزمة كاركترستيك، ثلاثة الإيزوفيليا، الإيزوفيليا ستكون أكثر من 10%. نمرة أربعة الأنكة بتاعتها شكلها إيه؟ دي أنكة اللي هي مهيلو بروكسيديس أنكة. واخد بالك إزاي؟ طب السي أنكة ممكن تبقى موجودة بس بروتين، لكن الأساس دي. ماشي؟ طب إيه الكونكلوزيف للمرقص؟ اللي يقول لك المرقص دي زي اللومة غنيانة الإيزوفيليا. أنت عايز تلاقي المرقص زي اللومة الإيزوفيليا؟ نعم؟ مين؟ لا الثاني مش فيها ايزوفيت، انا جبت ست ايزوفيت في البجنة ما جبتش شكل ايزوفيت خالص. البجنة ده عباره عن جرانيلوما مالينو ليكوسايت وحاجات ثانيه. انما دي جرانيلوما ايزوفيت. طب التريتمنت ايه؟ هو نفس الكلام الستيرويد والاميون سبريشن سواء بقى الميسوفليكسيت او السايكوفيسكوما. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا من القصه دي عرفنا ان في عندنا كام نوع من انواع ده كله شرح اللي انا قلته. كام نوع من انواع الباسكولايتس يا جماعه؟ ثلاثه. لارج ميديان وسمول لارج عندنا نوعين جاينت سيل ارترايتس وتكيس جاينت ده بتاع مين؟ بتاع كبير في السن وراجل جاي يعني يشتكي لي من ايه؟ تمبرال بين وسيفير هيدك سيفير هيدك وسكالب بين سكالب بين وشو بين ولونج بين مش كده؟ تمام وممكن بقيه الاورجنز تبقى الاذر ليمب والوديكيشن واللور ليمب والوديكيشن والمايكاردن انفكشن مفيش حد مشكله خلاص والهايبرتنشن عادي صح؟ ده لما بعمل له انفستيجيشن ايه الشورت انفستيجيشن في العيان ده؟ البايوبسي خلاص بس الجايدد بالصرام بتاع
الدوغما بيقول الحته دي اللي فيها انفلاميشن ايه شكل الانفلاميشن بيبقى اسمه ايه اسمه ايه حلو صح حلو الدم ماشي سواد ايه السواد ده القديم بيقول بتاع الدم بس قد كده وان حته الدم شويه قد كده خلاص طيب اعالج ولا اشخص اعالج بعد ما ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله نبقى نقعد مع بعض كده ونشخص بعد اسبوع لما الدنيا تهدى نبقى ناخد منك البايوبسي ونشوف بقيه الانفستيجيشن طب لو انا طلبت منك قلت لك انا عايز يا دكتور هو بس حاجه واحده فحص واحد ادفع فيه ادفع فيه بس يشخص خلاص طب علاج يا دكتور هتبتدي من دلوقتي استرويد لغايه لما ربنا يسهلك وبعدين نشوف بقى انا بتدفع يبقى اقدمها مش قادر يبقى بقى البس او انتي اللي انت ربنا معاك تكيسه بقى تشتكي لي من ايه دي؟ كل واحد يشرب كتير مش كده؟ وممكن بعد شويه يبقى عندها ايه؟ عندها هيد بلط مش كده؟ طيب البلط والبلط بشرب بتاعها برضه ايه؟ برافو عليك تيجي تقول لك ده الدكتور قال لي الايد دي ما فيهاش نبض ما فيهاش ضغط بيقيسي الناحيه الثانيه ذكي يعني ماشي؟ فدي مهمه انها بلسلس ديزيز ماشي يا جماعه؟ طيب التشخيص بقى ايه؟ اعالج ولا اشخص ولا اعمل ايه؟ اشخص اشخص ازاي؟ بايوبسي؟ امال ايه؟ سيتي انجو سيتي واخد بالك سيتي انجو وليد الفتله مش انا وليد لكم الفتله عشان اقول لكم انها اسيمتريكال ديزيز سيتي انجو على مين؟ اختار حته في مين الست دي؟ برافو عليك اورت كارش هو بياخد اورتا كله بس بيحب مين؟ اورت كارش عليك نور والجانت ارترايتس لو انا قلت لك اعمل انجو اعمل على مين؟ برافو عليك التمبر بياخد اي حته بس التمبر دي اكتر حته بيحبها الكومن طيب برافو عليك دي الست بتاعت التكاش دي هتاخد ايه علاج؟ ستيرويد معانا مين بقى؟ ميزوتريكسين قادر تدفع تاخد انتي تي ال اف او الاكتين شوف الكلام قادر تدفع يعني من الاخر خالص انما انت علاجك كستي ستيرويد وميثوتريكسيت اساسيامين او ستات مفيش مشاكل في دول صح؟ نيجي بقى للرخمه بقى الميديم سايز مين بولي اتاست دوزا ايه بقى بولي اتاست دوزا دي سيبكوا بقى من كاواساكي والبرد دول مش هنقول معاهم بولي اتاست دوزا بيبقى ايه باسودومونيك فيها واد صغير جاي ايه؟ برافو عليك هايبرتنشن يبقى مين الريسك لكن هي ديسيز اوف زي كيدني كيدني جاي تي سكيل نيرف طب تستيكلر بين الحاجات المهمه دي طب ده بقى اشخص ولا اعالج؟ اشخص دي ايه؟ ايه شور؟ شور بس احنا مش بنعملها امال نعمل ايه بقى؟ لو اتقطع حته من الانتستن زي الراجل اللي عندنا هنلاقي فيها باسكولايتس واخد بالك بيكشر سجست اوف يقول لك بس ندوس طب ده ما عنديش قال لك ما فيش حته هتتقطع مش هتاخد بايوس سي تي اي ماشي هنلاقي فيه البيس اللي عامله زي ايه؟ سبحه زي الفتح الشبحه سوق الست شكلها ايه البيس بتاعها عامل ازاي؟ طيب نيجي بقى للرخمه السمول بيس الماسكولاتس سمول بيس عندنا انكا ونون انكا خلينا في الانكا مش هنقولها النهارده الانكا عندنا ثلاث انواع مين اسبل نوع فيهم يعتبر؟ مين؟ يدوس ويقول اجايس اشمعنى؟ فيري اجريسيف ياخد ايه وايه وايه؟ برافو عليك ابر ولور سبيرتري بلانت يخرب الدنيا كل الكارتز زي ما انا قلت لكم وافتكروا الست اللي جابت الشهر كله من التاكيت خلاص ابر ولور ضرب كدي فيري اجريسيف طبعا مستوى الرنج ممكن يعمل لي غير ريكفرنت انفكشن ومش عارف اعمل لي ديستي اجيولر هيموش هي مشكلته في الاكل بيكح دم ورينا فيلر بس خلاص ماشي طب ريفر لراسي طب مش عارف جوتو كان جرين والفينجر كان جرين اكستنسيف سكين ليجن طب تشخيص ايه؟ ايه ازاي؟ نعم برافو عليك هيستوري اكزامينيشن وبعد كده ايه الباثوجنومونيك بقى؟ قبل البايوبسي عايز الاقي الانكا سي اللي هي اسمها ايه؟ بروتينيز بروتينيز مش اي انكا هي الانكا سي بروتينيز سي خلاص وبعد كده اخد الرينال بايوبسي يطلع لي فيها طب والكومبلمنت اخباره ايه؟ ده هو ده الفرق بينهم وبين اللوبس ان الكومبلمنت لا يمكن يتاكل ده يزيد طيب لو جينا بقى للبتاع الثانيه الغلبانه الميكروسكوب الجوري انشارس ايه رايكم؟ ده مرض يحترم نفسه ولا لا يحترم نفسه؟ لا يحترم نفسه ليه عشان هو بيعمل ايه؟ الميكروسكوب الجوري انشارس ده كان بياخد ايه؟ لانج وكيدني لانج وكيدني الحاجات الثانيه ممكن تتاثر بس هو ديسيس اوف سلام وزكين طب والانكا بي بي هي هيلوجريبسيليز طيب ايه الباثوجنومونيك فيه؟ عشان ناخد ايه؟ عشان اشخصه اعمل ايه؟ نعم
بايوبسي. باخد بايوبسي منين؟ من الكدني. من الكدني. ممكن هاخد لاند بايوبسي، هاخد بايوبسي من الكدني. طيب اخر ديزيز الشرج بقى، مشكلته ايه الشرج بقى ده؟ برافو عليك، كارنت اتاك اسيد سايتوسايتس، مشكله اورايتس. خلاص وفليتنج لاند مانيفستيشن، والدكتور فرحان قوي لما بيعمل ويخف. مش كده؟ دريفن بيروبس والحاجات الثانيه وده ودينا الانفكشن واذر اورجان ايه الباثوجنوميك فيتشر بتاعت التشخيص؟ برافو عليك، اسم فيه زقطه من 10%. والانكا انكا بي برافو دي يا جماعه مايلو بيستيز ماشي. والاسيفيتس بالدم عاليه عاليه، مفيش حاجه لازم تكون اكتر من 10%. طب وفي البايوبسي لازم تكون فيها ايزوفيتس. لا يمكن الايزوفيتس في اي بايوبسي اخدها من الراجل بتاع الشركه، لازم يكون فيها ايزوفيتس. ما فيهاش ايزوفيتس في حاجه غلط. خلاص يبقى الراجل بتاع الشركه ده مضطر قوي، هو بيبوظ دنيا اه، بس اي حته هبشها من جسمه هيطلع فيها ايزوفيتس زي ما الدم فيه ايزوفيتس. ايه العلاج بتاعهم كلهم؟ ستيرويد. الموست اجريسيف مين؟ طب لو انا قلت لك الباتو اللي كان مجنونه دي رينال سندروم هتقول لي مين؟ الفاكتور والشادو والميكروسكوبيك دي بولي انشنتس. ماشي يا جماعه؟ شكرا. المره الجايه معلش استنى بس عشان في حاجه مهمه، ثواني بس عشان مستعجلين وانا مستعجلين اكتر من مره. المره الجايه يا جماعه في المفروض الجوده، وانتوا عايزين تاخدوا الجوده وتدوروا على الجوده. حصل. ماشي؟ بس عايز اقول لكم على حاجه، المحاضره المره الجايه هي مش يعني مش شيك معاك. هي سي ان اس بس كويس، وانا مش هنبقى مختارين لكم الموضوع ده بالذات، ما علينا هو المهم اللي تعرفوه. خلاص ممكن نتكلم عن حاجه ثانيه زي ال نرجع لموضوع التن كده. لا راجع موضوعي. لو في حد لازم هنشرح موضوع المايكروسكوب بيقول اجايس وما حاطينه. في بقى لايبيدو والبلاجو والسموزا، انا مش هقدر اقول الكلام ده لان ده مش يعني مش حاجه ليه منتج ده جديد. فمش هقوله. خلاص لكن في حاجه ثانيه برايفت ولا بس اعتقد ان برايفت والهي ده والسي ان اس بس عشان نعمل الكاموفلاج اللي هم عايزينه نعمله المفروض المحاضره دي هتبعتهم. سامعين يا جماعه؟ تمام. ان انت هتتسلم لان انا مش هشرح، انتوا هتتسلموا وضامنين تجاوبوا. فعشان نبقى عاملين الدور وسابقينه احنا مضطرين نذاكر المحاضره كويس. خلاص؟ ونكون مذاكرين المحاضره من الالف المحاضره دي كويس برضه. عشان نكون فاكرين لما قلنا مش عارف ايه اللي هو يا فاكرين فيبان بقى خمسه او فكانها بتعمل تمثيليه. احنا معلش بعد اذنكم بالتواصل مع الدكتور الاكاديميه تسئله وهيبقى مفروض ان حد اكثر من حد هيجاوب. بس على الاقل عارفين خمس ست اسئله لما تيجي الناس تقول طب ايه رايكم كذا يعني حد هيقول. ماشي يا جماعه؟ تمام. الاسئله هتبعتيها لي ولا ما بلغتني هي يا بنت الله صوت محاضرات تعب اللي في دخلنا مواد كده دي لا دخلت جدا ما كنتش حد اللي فات بالظبط خلي بالكم الاداره اوريكم الصوره دي لو كان هنزلها على النيو